أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. اليوم ضيفنا مجاهر جديد، الأخ جفان من سوريا. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي جفان. مساء الخير لك جان، مساء الخير لكل مشاهديك ولمستمعيك كمان، مساء الخير للجميع. أهلا وسهلا فيك أخي جفان. أخي جفان، لو بطاقة مختصرة هيك، على بطاقة تعريفية عن حضرتك، تفضل. أنا اسمي جفان، يعني الصفة اللي بحب أو بحس أنها بتمثلني هي صفة إنسان. بعتبر حالي إنسان أو أسعى إني أطمح أن أكون إنسان. أنا سوري، سوري جنسية. حاليا يعني أنا بعتبر حالي ملحد، باعتبار أنه الإلحاد هو موقف من الدين، رافض لتصوره لفكرة الإله بالطريقة اللي بتقدموا فيها الأديان. يعني من هذا المنظور أو من هذا الباب فأنا بعتبر حالي حاليا ملحد، بعدين ما بنعرف شو بصير. جفان، انت حاليا ملحد. بدي اسالك سؤال مباشر هيك ودايركت، تفضل. شو السبب الرئيسي اللي خلينا نقول القش اللي قسم الظهر البعير اللي سوتك ملحد؟ هلا بصراحة ما كان في قش وما كان في بعير، الموضوع كان تراكمي وكان بس تفاعلي. خطا سريع. لا فهمت عليك. أنا هي أحيانا القصص ما بتصير بهذا الشكل الفجائي. عموما انا دخولي بحاله الالحاد مثل ما حكيت لك، انا كموقف من نظره الدين كان بفترات متباينه، يعني كان التفاعل دائما مستمر. يعني اهم الاسباب اللي خلتني ادخل بهي التجربه هي السبب الاول اللي هو الظاهره الدينيه بحد ذاتها. انا عشت التجربه الدينيه، تناقضات هذه التجربه الدينيه خلت انا تتولد عندي اسئله بمخي، وبلش موضوع الشك وموضوع باب السؤال بلش يتفتح عندي. الموضوع اخذ فترات طويله، يعني عده سنوات. هذا السبب الاول. السبب الثاني كان هو تعرفي على مراحل تفكير ثانيه غير الدين بنفس الفتره اللي كنت انا عايش فيها هاي التجربه الدينيه. انا تعرفت على العلم، مرحلة العلم كمنهج بالتفكير وكطريقة لفهم الحياة. طبعا العلم كمان بعدة له كان أهمه هو الميثولوجي أو علم الأديان المقارن. أنا باطلاعي على علم الأديان المقارن توسعت الرؤية للدين، تعرفت على أديان ثانية، تعرفت على ظاهرة الدين كيف ممكن تنشأ ظاهرة الدين، وبلشت بقراءتي بهذا الموضوع. أنا راح أحكي بالتفصيل عنه يعني بعدين. أكيد. الباب الثاني من العلم هو علم البيولوجي، هو علم الحياة. أنا طبيب بيطري وأنا طالب دكتوراه وبشتغل بمجال البيولوجي. يعني كمان الموضوع كثير ساهم بإني يعني كون نظرة للحياة بطريقة بتختلف عن النظرة اللي وصلنا إياها الدين، هي النظرة البسيطة عن تكوين الحياة على الأرض. من الأبواب العلم اللي ساهمت بهي النقلة تبعي هي السيكولوجي وعلم النفس، وعلم تاني هو علم التحليل النفسي كمان ساهم بهذا الموضوع. بالإضافة إلى قراءات تانية مثل علم الفسيولوجي اللي هو علم المستحاثات، وأكيد بالبيولوجي فينا نصنف منه، والدي إن آه وعلم الجنين هلا رح نحكي عنه بالتفصيل إذا أكيد بتساعدني أكيد الوقت. جفان، بدي أسألك شو رأيك بما أنه ذكرت أنت علم النفس، شو رأيك باللي بيقول أنه الملحد هو مريض نفسي؟ شو رأيك بهالمقولة؟ هلا صديق، بدي افهم مين هو الانسان الطبيعي لحتى اعرف مين هو الانسان المريض. بس يصير في صورة واضحة عن مين هو الانسان الطبيعي انا ومشتركة ومتفق عليها من قبل ناس فينا نعتبرهم اخصائيين او حاكمين بهذا الموضوع، انا ممكن بقى اقارن من وجهة النظر هذه مين هو المقارب إلى او البعيد عنها، وبالتالي مين طبعا انا بيعتبره مريض نفسي. او المدعي هو أنا الرجل بصراحة مش أخصائي. جفان، نعم المدعي هو الرجل المؤمن، يعني هو يقول انه المؤمن هو الانسان الصاغ سليم،
والملحد هو المريض النفسي، فالقوام للمؤمن يعني. هلا بده بهذه الحالة بده يصير في يعني تعريف للتوازن النفسي والاضطراب النفسي. المؤمن أو حتى الملحد، يعني أنا بشوف هذا الموضوع هو بإيد الأخصائيين بالتحليل النفسي أو بالطب النفسي عموما. يعني أنا بعتبر بالحل العامي أو من باب الطب النفسي ما في إنسان طبيعي، لأنه بالنهاية الإنسان هو ابن تجربته، ابن ظروف حياته، الظروف اللي عاشها أثرت كلياتها عليه، وبالتالي ما فيه ظروف مثالية لينولد فيها إنسان مثالي وبالتالي بيطلع إنسان مثالي. من هذا تبعي لا يوجد إنسان طبيعي، فكل إنسان تراكمت في عقد نفسية حسب المجتمعات الموجود فيه أثرت عليه وأثرت على دوافعه وعلى سلوكه. فأنا برأيي ما في لا إنسان مؤمن ولا إنسان ملحد يقدم بهالبساطة، يعني بده يكون في حل. على كل حال ما سؤالي ما كان بهالصيغة هي، ما بعرف أنت كيف فهمت علي. هو الإلحاد بحد ذاته هل هو مرض نفسي يعني كما يعتبرونه، وأنه المؤمن بيعتبر الإلحاد هو مرض نفسي؟ هذا كان سؤالي. على كل خلينا ندخل موضوعنا بال دايركت لأنه بدنا نشعب كثير، مشان نشعب. هو عفوا يا جان بدي قاطعك، انا حكيت عن السبب انه طبيعه ظهرت الظاهره الدينيه اللي عشتها انا طول خضاتها كان في السبب الاول. السبب الثاني تعرفي على منهج ثاني من التفكير اللي هو العلم. السبب الثالث هو كمان الى حد ما تعرفي على منهج ثالث للتفكير اللي هو الفلسفي، ولو انه كان بسيط يعني ما كان بصراحه مثل العلم، لانه العلم كان حاضر بتقله كونه الايفيدنس والادله كانت هي الواضحه اكثر والاقرب الي واقرب لعقلي. السبب الرابع اللي كان فيه نقلي بهذا الموضوع هي تجربتي الشخصيه بهي الحياه، تجربتي الذاتيه وتفاعلي مع هذا الحياه بتجاربي انا وبعيش الحياه بتفاصيلها. كمان انا تغيرت فيه بتفكيري امور كثير ادت فيه لموضوع يعني التشكيك بطبيعه هذا الاله، تشكيك بطبيعه المقدس، مين هو هذا المقدس. وبدات رحله البحث بشك وبدون اي مواقف مسبقه بناء على منهج انا يعني بنتمي له الى حد كثير كبير وبعتبره هو اقرب منهج لفهم الحياه اللي هو العلم. فكانت تجربتي مع الحاله الجنسيه، تجربتي مع جسدي انا مين انا وتعرفي على جسدي كان الى سبب باني انتقل لهذه الحاله. تجربتي مع جسدي خلتني اتعرف على حقائق انا عم المسها وعم حسها بدون قراءه وبدون افكار تتناقض مع طبيعه تصور الانسان الديني وفهمه لهذه الحاله واحساسه فيها. انا كان احساسي كثير مختلف بالتجربه الجنسيه، بمعرفتي بذاتي، معرفتي للاخر، بالاضافه لتجارب شخصيه بلقاءاتي مع اصدقاء ملحدين من مجتمعي كانوا نادرين طبعا، كان انه اثر كثير كبير علي. يعني انه هودي الناس اللي كنت انا اتخيلهم انه مخيفين او يعني ناس ضد المجتمع او اعداء لي، تفاجأت انه هم ناس كثير لطيفين وجميلين، ناس فقط هم مختلفين، فقط مختلفين بالافكار بالاراء. بعد ما انكسر هذا التابو تبع انه فيني بقى احكي معهم واتواصل معهم، بدات اتعرف على هودي الاشخاص، وكانوا هم الاشخاص اللي كانوا نموذج ومثل بحدود معينه لاني اتعرف عليهم اكثر ويساعدوني على تطوير ويعني نظرتي للحياة تتوسع اكثر بدون مواقف مسبقه وبدون حديه. طيب جعفران خلينا نروح لمن مرحله الطفوله نبدا. مرحله الطفوله كيف كنت تتعامل مع الدين وكيف كان الدين معك؟ كيف تربيت دينيا؟ وضعك الديني بمجتمعك بين اهلك قرايبينك؟ شو كانت علاقتك مع الله وكيف بدأت العلاقة هي مع الله بالضبط؟ بصراحة بالطفولة وخصوصا الطفولة المبكرة أنا يعني ما تعرفت على هذه الظاهرة الدينية. بطفولتي أنا ابن مدينة ساحلية بسوريا، يعني طفولتي كنت عشت جزء مبكر منها، طفولة مبكرة منها بالريف، يعني عشت بالطبيعة بجمال وسحر طبيعة المنطقة
الهامشيه للمنطقه للباديه السوريه. وكنت بجو حميمي جدا اللي هو جو اقربائي، جو الضيعه، انت بتعرف الجده والجد والعمات والخالات، فانا ربقت ببيئه كثير فيها من الحنان والحب. بعتبر الطفوله المبكره اثرت بشخصيتي حتى بعلاقتي مع ذاتي ومع الاخرين، ومنهم اخواتنا المتدينين اللي كثير انا بحترمهم، وبهالمناسبه انا بوجه لهم تحيه كلياتهم، وخصوصا الاصدقاء المتدينين اللي قدروا يتقبلوا فكره اختلافنا عنهم. هذه المرحله بطفولتي يبدو فعلا كان لها اثر كبير على شخصيتي، باني اتعاطى مع الكل بدافع الحب بدون اي قيود وبدون اي حواجز. بالمراهقة الموضوع بلش ياخذ شكل ثاني. بالمراهقة يعني مثل ما خبرتك انا ابن مدينة، انتقلت من المدينة. المدينة بطبيعة علاقاتها جان هي علاقة يعني حالة الفردية فيها كبيرة، وبالتالي التواصل الاجتماعي بين البشر مش كتير كبير مثل الريف. فحالة العلاقات الاجتماعية يعني انا بحسها بالمدينة ما بتاخذ الطابع التلقائي والعفوي، يعني مش كتير طبيعي. لما كنت أطلع أنا على الريف فترة الصيف اللي هي 3 أشهر، كنت التقى بجو الأسرة والعائلة والعائلة الكبيرة اللي هي العمات والخالات والجدة، هذا الجو الحميم الجميل ومثل ما بيقولوا جو العواطف الحلوة. بالإضافة إلى أنه طبيعة المنطقة اللي كنت أنا عايش فيها اللي هي ريف حما، منطقة فعلا ساحرة، طبيعة فيها جميلة جدا يعني تستدعيك للتأمل. بهذه اللحظات جان أنا تعرفت على التجربة الدينية بالقسم الأول فيها اللي هو التجربة الباطنية. أنا حكيت أنا وياك لما كنا نتعرف عن بعض، هي تجربة بصراحة كتير خاصة، غير التجربة الكلاسيكية بالإسلام الكلاسيكي، الإسلام الكلاسيكي اللي بنعرفه. التجربة الباطنية يعني أجدادي بالنسب هنون من أبناء الطائفة العلوية، تخيل حضرتك تعرفه. الطائفة العلوية هي أحد الطوائف الباطنية أو الفرق الباطنية في الإسلام، هي فرقة مش كلاسيكية ظاهرية، هي إلى طقوس خاصة باطنية. طبعا الموضوع اللي خلاها تأخذ هذه الطابع أو هذه الحالة هو النزاع السياسي اللي تم بين من العهد الأموي باتجاه الخلافة العثمانية ما بين التيار السني الكلاسيكي العام بالخلافة الأموية انتهاء بالخلافة العثمانية، فتعرضوا لظلم شديد هذه المجموعة من الفرق الإسلامية، ودخلوا بحالة يعني كيف بدي أقول لك عزلة، وسكنوا الجبال وطوروا طقوس تختلف عن الطقوس الإسلامية الكلاسيكية، طقوس ما بتشابهوا. وهذه الطقوس يعني تأثرت بمراحل، تأثرت بالفلسفة وبالتحديد بالفلسفة الإغريقية جد، بالمفاهيم الباطنية للطائفة العلوية بنشوف كتير تأثيرات وأثر كبير لأرسطو ولأفلاطون. بالإضافة للتأثيرات التانية للدين البوذي بالطائفة العلوية، معلش أنا بدي أضيف هالملاحظات للمستمعين ممكن منهم أول مرة بيسمعها. جفان يا ريت تفصل لنا حتى عن الطائفة العلوية، وحتى اسم الجبال يعني سموها جبال العلويين بعد سابقا بعد ما هجروا بعنفهم، ان الخلافات العدت الإسلامية هي بعنفهم هجروا العلويين يعني طبعا كان يعني كان النزاع والصراع كان دموي ضد هاي المجموعة، وبالتالي مثل ما خبرتك سكنوا الجبال وطوروا طرق بالتفكير بحيث يكونوا حالة اجتماعية حامية لهم ويرسموا ملامح محددة للهوية تبعهم تختلف عن الهوية الإسلامية الكلاسيكي اللي هنهم في عداء إلى حد ما بنقاط معينة معه، في 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 فروق معه. كنت أنا عم أحكي على التأثير البوذي بالطائفة العلوية. الطائفة العلوية تؤمن بمبدأ تناسخ الأرواح بشكل مقارن لمبدأ الطائفة البوذية، ف الروح بتتعرض لانتقال تدرج بالسويات، فهي يا أما بترتفع وبتسمى يا أما بتنحدر وبتنحط. وطبعا يعتبر الإنسان العلوي هو في سلم الأرقى لتطور الروح، اللي بعدها بتتحول الإنسان لكرامة
اللي هو الناس اللي لهم كرامات ولهم مزارات ولهم قدسات، هنن يعتبروا في المستوى الأول. المستويات الثانية بصير فقط تصنيف للبشر. فالسني المسلم السني أكيد بياخذ مستوى آخر، الأنثى بتاخذ مستوى آخر، الكائنات الثانية بالطبيعة إلى مستوى آخر. فأحد القصص المضحكة يعني أنا اللي عشتها، أنه أنا كنت أسمع أنه والله أنه هذا الكلب يعني أنه إذا ضربناه كتير طبيعي. ففعلا أنا كنت شوف سلوك من أصدقائي أنه يضربوه للكلب بعنف، فأسألهم أنا شو السبب، فيقولوا لي أنه هذا في روح معاوية. عفوا، شو روح معاوية؟ فبيآمنوا أنه فعلا تناسب لهذه الأرواح طريقة لحتى أنه تصنف هذا الإنسان بهذه الروح. طبعا هذه النظرة هي نظرة يعني أنا لما عشت هذا المنطق الإنساني بعتبره نظرة عنصرية. هلأ أنا ما رح أحكي بهذه القصة، رح أنتقل فيها لبعدين. لكن التجربة الإسلامية أنا عشتها بالمرحلة الأولى بالحالة الباطنية. تعرف على الحالة الباطنية إذا تسمح لي أوضح جان، مثل ما خبرتك أنا انتقلت جفان الوقت معك وبدنا اياك توضح، يعني بدنا اياك توضح كل تفصيله، يعني بدنا تتوسع. تفضل. شكرا. انا بالفترات اللي عشتها بالعطل الصيفيه بالريف، بجو الريف الجميل مثل ما حكيت لك انا، والطبيعه طبيعه المنطقه اللي كنت ساكن فيه هي المنطقه اللي على حواف الباديه، فعلا عند المساء بتستدعي للتامل. وانا كنت اعيش بجزء من حياتي يعني بمنطقة بعيدة عن الناس، بالإضافة أنه بهذه المرحلة بداية المراهقة بعمر 14 سنة جان، أنا كانت تجي مثل أي مراهق عبالي الأسئلة، بلشت الأسئلة الكبرى بالحياة. مين أنا؟ كيف وجد هذا الكون؟ كيف وجد الإنسان؟ الأسئلة الكبرى بالحياة، شو المعنى تبع الحياة؟ شو نهاية الحياة؟ هل في شيء اسمه حياة ما بعد الموت؟ فهذه الأسئلة كانت بمرحلة اضطراب العواطف اللي بيعيشه المراهق، بداية يعني بداية تكوين الحاجة إلي لفهم أكثر برحلة البحث عن المعنى اللي كنت أنا عم دور عليها. بهذه الحالة أنا كنت عايش بهذا الجو الحميمي، جمع الأخوال والعائلة الكبيرة والأصدقاء الريفيين البسيطين. كان إلي عم جميل هو من أتباع الطائفة العلوية. طبعا هذا الإنسان أنا كتير بحبه بغض النظر عن الاختلاف بالأفكار. يعني كنت أنا دائما كنت أسمعه لما كان يحكي أشعار جميلة جدا، أشعار بتحكي عن مقتل الحسين وعن تمجيد الإمام علي ومواضيع العلاقة بالطائفة العلوية. فأنا كنت أستمتع، وكان في علاقة حب وود، هو كان يحبني يعني في حب جميل. فهذا الإنسان كان يعني محفز إلي لحتى أسأله. كمان كان يقوم بطقوس، ما بعرف جان إذا عندك علم بهذا الموضوع، الصلوات الباطنية العلوية كان يعملها مثلا عمي هو عم يمشي بحالة من الرهبة والخشوع. وطبعا هذه الصلاة بتتم هو عم يمشي وهو عم يقعد وهو متسطح، مش مثل الصلاة الكلاسيكية بالإسلام الكلاسيكي. هذه الحالة أنا كنت أول مرة بشوفها، إنسان قاعد بكامل الخشوع عم يتمشى وعم يتأمل وعايش حالة الصلاة تبعه اللي هي والتواصل مع هاي القوة اللي بيعتبرها أنه الإلهية أو الروحية اللي هو. فأنا بلشت تتولد الأسئلة أنه هذه الحالة هذا الإنسان اللي عم يعيشها شو هي، شو طبيعته، خصوصاً أنه هذا الإنسان لما بيعيشها كيف بدي أقول لك، بحالة من التصالح، بحالة من الخشوع. فأنا بلشت أسأله أنه عمو أنت شو عم تعمل؟ فخبرني هذه الصلاة. أنا ما بعرف الصلاة هيك، بدأت أسأله أنا شو معنات الصلاة، ليش هي الصلاة؟ أنا بعرف الصلاة بالإسلام بتكون هيك. فقال لي نحن صلاتنا بتختلف. بلش عمي يحدثني بطبيعة هذه الطائفة وقال لي أنه أنت، أنا بلشت أسأله هذه الأسئلة، يا عمي أنا عندي فضول إني أعرف مين اللي كون الكون ومين أنا والحياة ما بعد الموت. فقال لي أنا بهمني إني دخلك بطقوس التنسيب، نحن بالعامية نسميها الدخلي إلى للسر المقدس اللي هو السر المقدس للطائفة العلوية.
ترافقت هذه الحالات مع تواصلي مع أقاربيني بالريف، وبهذه الحالة بعيش المراهق بهذه الفترة، هو بيبحث عن رابطة جمعية بتأمن له التوازن النفسي، إنه أنا موجود أولاً عم ببحث عن معنى، عم ببحث عن شيء ما هو شيء بسيط مثل الناس العاديين، بالإضافة إنه أنا عم حاول امتلك أو قارب المقدس. وطقوس التنسيب بالطائفة العلوية طبعاً اللي هي إلى أثر سحري، يعني إلى أثر بمرحلة ما قبل نشوء الدين اللي هي اسمها مرحلة السحر، هاي ما رح أحكي عنها لاحقاً. فتأثير بالتنسيب أنت بتكون إنسان أو طفل تنتقل لحالة الرجولة، لحالة الشباب، لحالة النضج بعد ما بتجتاز هذه المرحلة اللي هي التنسيب. بالتنسيب بتكون إنسان ما لك أي وعي بالمقدس، باللام، يعني إنسان عايش اللام معنى. بعد ما بتدخل بطقوس التنسيب وجلساته بتصير إنسان واعي بالمقدس، تمتلك المقدس وأنت عندك فهم لهي الحياة. البحث عن معنى للمراهق بالمعنى النفسي كتير مهم، هو احتياج بحالة المراهق. ففي شيء كمان بالطائفة العلوية، أنه تربط المنتسبين لنفس الماستر أو نفس السيد أو المعلم كلهم هنون أخوة بالدين، فنحن أخوة، نحن جماعة، نحن إلنا وجود بهذا الكون وإلنا صيغة يعني بتثبت وجودنا. فصديقي اللي بيدخل معي عند نفس الماستر هو أخي، فرابطة الدم ما عاد هي رابطة الأخوة، عفوا ما هي صارت الرم الدم، هي صارت الرابطة بالمقدس، نحن نمتلك المقدس، وبالتالي صار أنت عندك معنى آخر للحياة، صار في شيء فعلا جميل بيعطي لحياتك معنى. أنا خالي مثلا إذا كان، أو عمي مثلا، أو والدي إذا انتسب لنفس الأستاذ أو الماستر، أنا وياه نصبح أخوة في المقدس في الدين، وبالتالي نشأت نوع من الحالة البديلة للمجتمع اللي هي حالة الطائفة التي تمتلك المقدس، اللي بتعطيك المعنى لحياتك، وإلى حد ما يعني بتساهم بتوازنك النفسي بمرحلة تقلب المشاعر اللي بيعيش فيها المراهق. فإجوا أصدقائي وقالوا لي نحن رح نصير أخوة بالدين، ورحنا بعد العيد رح يصير في طقوس تنسيب، أنت رح تدخل بطقوس التنسيب. طقوس التنسيب جان، يعني ما بعرف أنا كيف بدي أعبر عنها، أنا دخلتها وعشتها، وأنا بشكر الحياة أني دخلت هذه التجربة لحتى أعيش هذه الأحاسيس، يعني مو بس مجرد أني قرأت عنها، أنا قرأت عنها أكيد فيما بعد، لكن أنا عرفت حالي لما عشتها شو كنت حس. بطقوس التنسيب بأحد الأعياد تم اجتماع المشايخ بالضيعة، وبعد ما بينتهوا من طقوس العيد بيتم تنسيب المراهقين اللي بيبغوا امتلاك المقدس. الجلسات الدينية لحتى تمتلك المقدس بالطائفة العلوية هي 3 جلسات، ما بين الجلسة والأخرى في 9 أشهر. 9 الأشهر هو بيحمل معنى رمزي، ومثل ما خبرتك هي تأثير لمرحلة ما قبل الدين اللي هي مرحلة السحر، ما فيني أحكي عنها لأنها بدها حلقة خاصة كتير. المعنى الرمزي ل9 أشهر ما بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية هو الولادة، فأنت تولد كإنسان خاض مخاض المقدس وولد بعد ما امتلكه، فأنت صرت إنسان آخر، صرت مولود آخر، أنت خضعت لحالة ولادة أبدا، كنت في نوع من الحياة أصبحت في نوع من آخر من الحياة. فالرموز اللي كانت موجودة واللي عشت خلال طقوس التنسيب كان لها أثر سحري علي، أمنت لي هذا الاحتياج النفسي بهذه الفترة. طبعا أنا لما دخلت الغرفة، الغرفة كانت من تراب، وغرف التراب بتضيع إلى روائح جميلة، يعني أول ما فتحت الباب فكان في حاجب للباب، أنا ما كنت، أنا بصراحة عندي علم بطريقة الإجراءات اللي بيعملوها، أنا ابن مدينة خبرتك، ما بيجي على الضيعة غير ضيف 3 أشهر.
استقبلني هذا الحاجب تبع الباب وما شفته غير مسك لي ايدي وصار يغسل لي اياها، ومسك لي اجري وصار يغسل لي اياهم. انا دخلت بحاله غرابه، انا ما عم بفهم. هل هي كمان الى طقوس رمزيه وهذه الرموز الى معاني كمان ما راح ادخل فيه. فبعد الوضوء الطقسي دخلت انا، وطبعا شاهدت المشايخ الطائفة العلوية كان لابسين عبايات، عفوا شو بسموه الجلباب، القلابية نحن بنسميها، والحطاطات والعقال. الحطاطة هو محرمة بيضة إطلاقية وعليها عقال أسود، هي يعني عموما هي جزء من التقليد تبع الريف تبعنا. المشهد كان مهيب بالنسبة لي، يعني كل المشايخ اللي عارفين المقدس أمامي وأنا صرت جزء من هذا المقدس ما عم بعرف أتصرف. فأخذوني، بدأ أحد المشايخ يحكي. أنا بصراحة فعلا جان، أنا ما فيني أوصف لك الرهاب اللي بتعيشه بهذه الحالة، إنه أنت عم تعيش حالة المقدس. وصلت لمرحلة ما فيني بهالبساطة يعني فيني فسرها. أحيانا الرعب أو الدهشة تخليني فعلا ما أسمع، عشت حالة انفصال سمع. يعني فعلا مثل حالات استحفي جدا علي. والطقوس اللي كانت موجودة، كان في حطب، وهذا الحطب فوقه نوع من الخبز، وبالتالي رائحة الخبز اختلطت مع رائحة المكان، رائحة الغرفة التراب، بالإضافة لمنظر الماسترز اللي هم الأساتذة اللي عم يعطوك الدين، بالإضافة لهذه الطقوس اللي عملوها. فالأمور كلها اختلطت ببالي أنا بصراحة، يعني دخلتني بحالة من ما بعرف شو بسموه، يعني حالة سحرية إذا فيك تقول، حتى من الطرفة. يعني أنا بدي أحكي من باب النكتة بهذا الموضوع. بدأ يعني الماستر، أحد الماسترز اللي هم الأسياد، يخبرني أنه بمعنى أنه أنت راح تسلم بمبادئ الطائفة. من أهم أسباب دخولك للطائفة أو من أهم شروط الدخول هو التسليم، ممنوع النقاش. تقبل وبتراكم المفاهيم بعد ما بتدخل المقدس، وبعد ما بتخلص من الجلسات الثلاثة وبتاخذ الدستور المقدس، بيصير بقى في عندك إمكانية للنقاش وللحوار. أما هلا ممنوع، فأنت بدك تسلم. فعم يسألني أنه شو رأيك بمعاوية وعمر وعثمان وأبو بكر، هذه الرموز بالنسبه للطائفه العلويه هم ملعونين. فهو بيفترض انه انت لازم تلعنهم، يعني انت لازم تقول لعنهم الله. فانا بصراحه بهذه الرهبه ما كنت فهمان شو يعني شو السؤال. فعم يسالني وعم يمد ايده هيك، انا فكرت شو رايك بحضرات الافاضل الاسياد الحاضرين بالجلسه. هلا هو بصراحه فعليا كان عم يسال انه شو رايك بمعاويه وعمر وعثمان وابو بكر. فانا بصعوبة وأنا عم تلاسم قلت له بارك الله فيهم، وهنن أسياد أخيار ويعني أفاضل، وأنا بتمنى أكون تلميذ جيد لهم. فعصب كتير وتشنج وقال لي أنا عم بحكي معك عن عمر وأبو بكر وعثمان وكذا، بتخلي بارك الله فيهم. أنا هون استرديت وعي وقلت له أنا آسف، بعتذر أنا أخطأت. فتخيل هذه الحالة من الرعب، أنه يعني فهمت عليه فهم تاني. ففعلا في حالة انفصال بتكون بالحواس بهذه الطقوس التنسيب. بعدين بعد اعتذاري وقبولي ولعني لهذه الرموز، بدأ الطقوس التنسيب. تم اختيار، قال لي اختار الماستر تبعك، فاخترت الماستر تبعي اللي هو السيد اللي راح يكون اللي راح يعطيني المفاتيح تبع المقدس، واللي بده يعطيني الرسالة تبعه. كمان انا بشكر القدر اني تعرفت على انسان بغض النظر عن الاختلاف الهائل ما بيناتنا، لكنه إنسان كان لطيف، كان ودود معي، احترم خياري بعد أنا ما تركت وانفصلت من الحالة الباطنية، وكان يعتبر نفسه أنه هو بيأدي رسالة وهو ملزم بأداء الرسالة، وكان إنسان كثير متواضع وبسيط. بدأ طقوس التنسيب لما عقدنا القران المقدس اللي بتصير إيدي بإيده، بحط أنا إيدي بإيده، وبتحط نقطة خمر على نقطة خمر على إيدي ونقطة خمر على إيده. وكيف بيصير العقد القران بطقوس الزواج عند الأديان، بصير في محرم بتتغطى على إيدنا، وبصير يتلو الشيخ أحد الماستر تبع الماسترز، بصير يتلو بصراحة شغلات أنا ما كنت أفهمها، أو يبدو حالة الفصل اللي عشتها بالحواس تبعي ما خلتني أفهمها، لكن كنت كرر بدون وعي.
بعد ما بصير عقد القران المقدس، بحيث انه انا اسلم نفسي كتلميذ مطيع للسيد تبعي، اعلن انه انا صرت تلميذ السيد فلان فلان فلاني، وانا خاضع لسلطة الدينية. بعدين بعد ما بينتهي هذا العقد بنفك ايدينا، انا بوقف وسيدي بيوقف وشو بسموها، بحط ايده على كتفي وبيقترب وبيعطيني الخمس كلمات المفتاحية للدخول المقدس. طبعا انا ما راح اذكرهم هلا كمان، يعني ممكن اذكر على سبيل الطرفة الكلمة الاولى. فكل كلمة بيحكيها في كأس من الخمر صغير انا بشرب، انا ما اتذكر بصراحة مين اللي بيبلش بالاول، بشرب شفي وهو بشرب شفي من نفس الكأس. كل حركة من هذه التفاصيل جان إلى رمز وله معنى وله تفاسير لخلق بنية مثل بسموها هيكلية لهذه الطائفة. بعد الرشفة الأولى بيعطيني الكلمة الأولى لحتى رددها، لكنها بتكون بالسر بينه وبينه، يعني من وشوش بعضنا توشوش. فلما حكى لي الكلمة الأولى، الكلمة الأولى هي سر، سيكريت. فلما حكى لي الكلمة الأولى أنا بصراحة ما فهمت أني أنا لازم ردد، يبدو فعلا أساتني كنت بحالة فصل الحواس، فهمت أنه سر هي ووك، يعني مشي سر، فتركته ومشيت. هو كان متوقع مني أن أنا أحكي الكلمة رددها. فبلشوا الشباب يضحك علي، كان عندي أخوي بالدين، كان هو عم ياخد الجلسة الثالثة، أنا بالجلسة الأولى كنت، بلش يضحك علي وأنا ما عم بفهم ليش عم يضحكوا علي، أنا كنت مفصول بالحواس تبعي، لحتى رجعني ومسكني وقال لي جفان عيد الكلمة، عيد لا تمشي، سر هي كلمة هي سيكريت سر، طبعا بالعربي يعني. فأنا ردت الكلمة وبعدين كرر، بعد رشفت رشفة الكلمة الثانية، رشفت رشفة ثالثة وهكذا. بعدين أعلن أنا أنه أنهيت الجلسة الأولى، ويعني دخلت أول مرحلة بباب المقدس. بعد ما خلصت الجلستين الثانية والثالثة تم دمجهم طبعا، بعد 9 أشهر بدأت بمراحل التعليم الدينية، هي مراحل عفوية بتصير بلقاء بينك وبين الماستر تبعك وأخوتك اللي هم ممكن يكونوا أصدقائك، بصاروا أخوتك، فصار في معنى تاني، لكن هذا المعنى سري، يعني ما فينا نحكي لحدا. الطقوس اللي منعيشها ما فينا نحكي لحدا، يعني النساء بالطائف العلوية لا يعطوا السر المقدس، ممنوع السر المقدس، ممنوع تحكيه لأي إنسان خارج الطائفة. طبعا أكيد في تهديدات بأنه أنت ممكن يصير معك تخرس أو تنحدر روحك، أو هذه التهديدات اللي نعرفها بالأعراف الكلاسيكية الإسلامية فيما لو خنت المبادئ. ففي باب من المحظورات بأنه هذه الطقوس المقدسين ما بصير يتواصل معها غير الناس اللي بينتموا لنفس المقدس، اللي هم أخوتك بالدين. هذه الرابطة الجميلة السحرية عملت لي توازن بهذه الحالة، وأنا كنت عم ابحث عن معنى لوجودي، لبت لي إياها الطائفة، الحالة الباطنية أو التجربة الباطنية اللي عشتها بجزء من الدين الكلاسيكي، يعني بجزء من الطوائف الدينية الإسلامية. بعدها صرنا نتعلم المقدس مع سيدي كتير كان إنسان متواضع، كان هو اللي شربنا المتة وهو اللي يعملنا إياها بصراحة، أنتوا استريحوا أنا بعتبر أني واجبي أني استضيفكم وأكرمكم، كان شخص جميل. بلحظة من اللحظات جاء أنا التناقضات اللي كانت تحملها الأفكار الطائفية كانت تتناقض مع طبيعة حياتي، أنا ابن مدينة، أنا عايش بتشكيلي مع عندي إخوة سنة وعندي إخوة من الطائفة من المسيحيين، عندي إخوة من المرشديين من الإسماعيليين من الشيعيين، ففي خليط كبير بالمدينة، بالإضافة في يعني الأفكار وطبيعة الأشخاص هناك من أطياف كتير بالمدينة، يعني غير الريف، الريف هو إلى حد ما متجانس ما في هذا التنوع. فلما أفهم أنه السني هو في مرحلة تانية أو مثلا بالسلم الثاني أو الثالث أو الرابع أو هو أدنى مني، ما كنت أفهم أنا ليش، شو السبب؟ مش معقول أنه الإنسان اللي عايش معه أنا بالصف وعلى مقاعد الدراسي يكون أنا أحسن منه، ما هو إنسان رائع، إنسان ما كان يتعامل معي غير بأخلاق طيبة ولطيفة، يقول لأنه حظه أنه ما كان موجود طائفة، فهو إنسان يعتبر عم تدنى روحه وعم تنحدر باتجاه الانحطاط.
هذا سبب. في حالة من العنصرية أنا مثل ما خبرتك طفولتي كانت ضد هذا الحالة. أنا بطفولتي مثل ما خبرتك عشت ببقعة من الأرض بعيدة عن المدنية، لكن أنا كنت محاط بناس علمانيين اللي هم عمي وحتى عمامي يعني والناس أصدقائهم، فأصدقائهم من كل طيف، من كل تعرف إنسان علماني عنده أصدقاء من كل النواحي، فكان يجي لعنا وهيك. فما كنت أنا، كان صار في تناقض إنه معقول هؤلاء الناس اللي هن يعني اللي هن نحن أصدقائنا هن مختلفين عنا فقط لأنه حظهم ما امتلكوا المقدس؟ الموضوع كان متناقض. وأنا تربيت إنه حب، أنا تربيت بأحضان عماتي وعمامي وبحب بدون مقابل وبدون وبتساوي كامل، فتناقضت هذه الحالة مع الحالة العنصرية اللي علمتني إياها الطائفة. بالإضافة لموضوع الأساطير، الأساطير كانت كتير كبيرة يعني كتير حدية. مثلا بأحد الأمثلة، وهذه الأمثلة دائما مكررة، أنه بدك تقبل بأسطورة عم يحكيها لك الماستر بعبور الإمام بجمجمة. هذه الجمجمة هي جمجمة لملك من الملوك اللي كان لهم سيطرة واللي ارتكب كثير من الظلم، وبالتالي تم حرق هذه الجمجمة بعد ما بيحكي. وجمجمة طبعا سوري آسف، الهيكل العظمي، وممكن يكون طبعا بيحكوا لنا بأبعاد 90 متر و80 متر، في شيء مضاد للعقل ما كنت استوعبه. اوكي انا كنت بمرحلة تسليم، لكن في شيء فطري هو يعني ما بعرف، يبدو كمان في اثر من تربيتي بالمدينة ما كنت اقبله. الامام علي بيحكي مع هذه الجمجمة وبالتالي بيعيدها للحياة وبالتالي بموتها وبالتالي بيموت وبالتالي هو ظهور لاحد، واحد الظهورات السبعة للاله. فبصراحة في كم من الاساطير كانت كتير على تصادم مع المنطق. كمان احد الاسباب وبعتبره السبب الثاني اللي خلاني انفصل، فانا طلبت من استاذي، قلت له استاذي بصراحه عقلي ما عم يقبل هذه، انا ما شفت جمجمه ولا شفت هيكل عظمي بهذه الابعاد اللي عم تحكوها. قابليه انه يحيى الانسان ويعيش وكذا وامتلاك الحقيقه الكامله بصراحه ما انا مقنع عليه. طبعا مثل ما خبرتك جان، انا في مراحل ثانيه دخلت بهذه الحاله، بلشت انا اقرا، ليش تعرف على الفلسفة، ليش تعرف على الميثولوجي. أظن بس اللي عند الصوت عندك، عم اسمعك على الأول، بس الميكروفون من عندك، الميكروفون من عندك بس الصوت ما مسموع. أنا ما عندي ميكروفون بصراحة، عم بيطلع الصدى الصوت. طب فيني أفصل؟ ما بعرف فيني أفصل. في فوق بالشاشة، فوق عندك كاميرا وصوت و... فالميكروفون بس ضغط عليه يصير أحمر. لا هلا مشي الحال، أظن مشي الحال، ما بقى يطلع صدى. تمام. بدي بس من هون، بعد ما خلصت من مرحلة مع الطائفة، توجه هالشي لغير، يعني فكرت إنك تتوجه للسنة، شيعة، لغير مذاهب مثلا بالإسلام، تعتنق غير مذاهب؟ تفضل. بس افتح الميكروفون ورجع، افتح الميكروفون وتفضل احكي. صار الصوت واضح يا جان؟ تمام. بعد المرحلة الباطنية انا انتقلت للمرحلة الكلاسيكية. انا يعني بعمر 14 سنة تقريبا، 14-15 سنة كنت عم عيش هاي التجربة الباطنية، امتدت لتقريبا سنة أو سنتين. بعدين بعمر 18 سنة كنت أنا على 11 أو بكالوريا. هذه المرحلة كمان كانت بتشكل فارق إلي، هو اللي انتقل للدين الكلاسيكي. طبعا أنا دخلت بالدين العام الكلاسيكي لأنه بصراحة ما لبت لي أجوبتي هاي الطائفة الباطنية، الحالة الباطنية ما أقنعتني. وبهذه الفترة كمان يعني أنا الموضوع حالة المراهقة والبحث عن المعنى ظل موجود، فحبيت أتعرف على نوع تاني من أنماط التفكير لربما كان يقنعني أو على الأقل يرضي عقلي أو يرضي فضولي المعرفي بهذه الوقت. بالإضافة لحالة نفسية كتير مهمة جان، الدين مثل ما يعني مثل ما بشوفه أنا هو حالة احتياج بمرحلة من مراحل التطور البشري أو تطور الفرد.
بهذه الحالة الإنسان بأدواته قد يكون بحاجة لفهم ظواهر، بحاجة لأنه يشوف أو يكون إطار للتوجه بهذه الحياة. الإنسان إذا ما كان عنده توجه للحياة ما حس حاله مستقر. حالة الضياع هي حالة، يعني هي حالة ما بتتقاطع مع التوازن النفسي. فلما بمرحلة المراقبة بتحس حالك إنك ثابت، في شيء واضح أمامك، الأسئلة المقلقة عم يتجاوب عليها، بتحس برضا نفسي داخلي. هذا عم قل لك بمرحلة المراهقة. أنا بمرحلة البكالوريا، بتعرف أنت مرحلة البكالوريا كمرحلة حساسة، كونه هي بصير فيها اختبار عنا بسوريا، بيتم تحديد مصيرك. يبدو كمان بهذه الفترة اختلطت هذه الحالتين، أنه أنا بحاجة لشيء يأمن لي رضا عن ذاتي واستقرار نفسي، بحيث أنه كمان اختلطت يعني بمرحلة عبور هذا الامتحان الكتير، أنا بحاجة لداعم نفسي بهذه المرحلة، مرحلة ستريس ومرحلة ضغط. أنت بتعرف البكالوريا في سوريا، جان أنا ابن إنسان عظيم، بعتبره استثناء بهذه الحياة، ابن يعني زهرة بهذا الصحراء، بهالبقعة من الشرق الجافة اللي يعني أبت إلا أنه تنشر كل روائحها وتنشر جمالها بهذا الصحراء، اللي هو والدي. تحية لها، لأجمل إنسان اللي أنا كنت يعني أحد بذوره، واللي دائما بينشر بذوره بهذا الصحراء. بابا علماني جان، رغم هيك بابا ما كان له أي تأثير أبدا بخياراتي، بكل التجارب اللي عشتها أنا، بخياراتي الشخصية أو بخياراتي بتواصل بالدين. فأنا دخلت الجامعة، وكان إمامي بهذيك الفترة وزير الأوقاف في سوريا لحد الآن محمد السيد، إذا ماني غلطان. فأنا كنت صلي الفجر، صلي الظهر، صلي المغرب، فأنا كنت مسلم، يعني مسلم مثل ما بيقولوا كمان، يعني مسلم كلاسيكي. فبدأت صلي، وصلاة الفجر كان إلى سحرة وجمالة. كمان أنت صرت عم تتواصل مع مفاهيم أو مع الله بطريقة أرقى، أو إلى حد ما أكثر تطور من الطائفة العلوية. هلا أنا بصراحة ما كملت بالباطنية العلوية للأخير، فما بعرف شو طبيعة الإله أكثر عندهم. لكن بمرحلة أنا لما كنت أدخل الجامع وكنت صلي وكنت بقوم بهذه الطقوس الدينية، كمان تولد عندي حالي من الرضا عن الذات، والتوازن كتير كانت يعني مهمة إلي بهذه الفترة، بفترة الضغط. فأنا كنت صلي الفجر، وعند الصبح الساعة 5 تعرف أنت الشمس بتطلع، أول ما بتطلع بتتفتح، فأنا بكون أولاً عامل علاقة خاصة مع الإله بتواصل كتير من نوع خاص، فأعطيني دعم روحي ودعم نفسي كتير مهم. بعدين بوصل على البيت وبسحب 3 ساعات وأربع دراسات دراسي، فكنت أقرأ منها. فيبدو كان في يعني تقاطع بين الحاجة النفسية اللي كنت أنا بحاجة إلى معنى وبحاجة لتوازن نفسي، كان الدين بهذه اللحظة حاضر، اللي هو الدين الإسلامي الكلاسيكي السني. فأنا طبعا دخلت الجامع وكنت صلي، وكان طبعا لي أصدقاء كمان صاروا من الأصدقاء من السنة معظمهم طبعا، كان بالإضافة للأصدقاء التانيين، فصرنا نعمل جماعات، وكنت جيبوا على البيت لعندي ونصلي جماعة بالبيت، أو نروح على بستان ونصلي جماعة، ونحس بهذه الرابطة اللي بتجمعنا، اللي نحن جماعة من المراهقين اللي عم نحس بالانتماء، ونحن موجودين وعددنا كبير، ونحن يعني إلى حد ما برحلة بحثنا عن الحقيقة في الطريق الصح. هذه الحالة كتير جميلة، طبعاً كتير جميلة من ناحية العاطفية بهذيك الفترة، أكيد ما فيني نقول عنها هيك بهذه اللحظة. القرب من أصدقائك، المراهق كتير بهذه الفترة بيبحث عن الأصدقاء، يعني تعرف حالة التمرد ما بين المراهق والأسرة والمجتمع، بيحاول يدور على علاقات بديلة. فلما بتتكون علاقة مع الأصدقاء وهم بينتموا لكلهم لنفس هذه المرحلة ونفس هذه الطبيعة بالتفكير، فبتلبي حاجة نفسية بهالمرحلة. فوالدي كان عايش معي، كان يشوف ابنه، والدي علماني ماركسي، تعرف طبعا موقفه من الدين ابدا ما في تدخل، وكان كتير يحترم خياراتي، كان يوثق بعقلي.
وابدا ما كان يعطيني جواب على سؤال انا ما كنت اساله. طبعا انا يبدو كمان في حالات الشاب المراهق بيكون باحساس في مثل تعارض او في حاله نديه ما بينه وبين ابوه، فانا ما كثير بحب اني اتواصل مع بابا او بحسه انه يعني في حاله صراع خفي، كمان هذه حاله سيكولوجيه. فأنا مريت بهذه الحالة الكلاسيكية، وكنا نصلي وكنت نصلي بجوامع السنة وصلي بجوامع الشيعة وكنا نعيش هذه التجربة، إلى مرحلة بدأت كمان الشكوك نفسها اللي عم شوفها أنه كمان الكم الهائل من الكراهية الموجودة ببعض الآيات خصوصا بالقرآن المدني تتناقض مع الطبيعة اللي عم عيشها أنا مع الناس اللي بحبهم اللي عم متعاطى معهم وأتواصل معهم اللي هم مثلا المسيحيين، أو اللي عم بلشت أتعرف عليهم هم من أصدقائي اللي كانوا تاركين الدين أو بلشوا بصراع مع الدين، بالإضافة لشخص أثر علي كتير جان أنا ضروري أذكره اللي هو عمي. عمي كمان من أجمل الشخصيات اللي وهبتني إياها الحياة، كان إنسان معتقل سياسي لمدة 9 سنوات طبعا لخلافه السياسي مع السلطه الدكتاتوريه بهذه الفتره. فانسان بعد ما طلع من السجن انا ما بعرفه، بعد ما طلع من السجن هو انسان ماركسي مادي ملحد طبعا، صرت اتعرف هذا الانسان انا كنت خايف منه، انه انسان كان معارض للدوله معارض للمجتمع وانسان كان ضد كل المفاهيم الدينيه، انه كيف بده يكون شكله مخيف، معناته هو كافر، هو ملحد، هو انسان راح ينحرق بالنار، هو إنسان ما عنده أخلاق، هو إنسان إباحي. لما تعرفت على هذا الإنسان طبعا بطريقة الحضن، أول ما لقانا له الحضن والمواقف اللي عشتها أنا وياه، تفهمه إلي، وبعدين العلاقة اللي طورت ما بيني وما بينه، واحترامه إلي وتواصله معي بطريقة كتير مدنية وحضرية بتحترمني أنا كعقل، غيرني كتير هذا الإنسان. وصرت أحس أنه يا أخي المشركين أو ما بعرف هودي الناس مو هيك، مو مثل ما عم يوصفوه بالقرآن. وكمان بهذه الفترة بلشت أتعرف على أصدقاء بلشوا يخبروني إنه الدين اللي عم تقرأه يا جفان هو أصله مأخوذ من ديانات سابقة، هي ديانات أجدادنا البابليين والسومريين والفينيقيين. أنا بصراحة ما كنت أعرف. المدارس عنا للأسف كمان هذا رح نحكي عليه إن شاء الله بالحلقة القادمة، هي موضوع الرسائل اللي رح نوصلها لأخواتنا وأفكارنا اللي ممكن نتمنى نتشارك فيها، هاي الحلقة الثانية راح نوصلها. بمنهجنا التعليمية ما في شيء اسمه الأساطير الفينيقية أو الدين البابلي مثلا أو الدين الفينيقي اللي بعتبره أنه الناس اللي بيخصونا. فأنا بصراحة تفاجأت، مين هم الفينيقيين؟ مين هم السومريين؟ مين هي الإمومة إليتش أسطورة أو سفر التكوين البابلي؟ مين هو جلجامش؟ بدأت صرت أنا أتعرف مين هو دي، فبلشت عن طريق زملائي وأصدقائي يعطوني، فدخلت بالعلم. هون بلشت أتعرف أنه الدين يعني أو الأديان الإبراهيمية التوحيدية هي إلى أصول قديمة نشأت من حضارة بلاد، غالبا من حضارة بلاد الرافدين الفينيقيين والبابليين، وبدأت تعرفي على الميثولوجيا وبدأت قراءتي بالميثولوجيا. هون بلشت انتقل لمرحلة أخرى من التفكير اللي هي العلم، وصرت حس أنه أنا كنت بخدعة، تم تعليمنا وتم إخفاء شيء جميل جدا من تراثنا. بعد ما طبعا الموضوع جان ضروري أن أخبرك، الموضوع كان موضوع كتير صعب علي، موضوع انك تخسر كل حياتك السابقة او تحس حالك انك كنت مخدوع وانت في فضاء ما عم تعرف انه ايه، اذا ما في الله شو يعني؟ انا صرت بدون ما عم بفهم بدون اي ثوابت. عفوا دفان هالنقطة هاي بصراحة يعني مأرقك اصدقاء مسلمين كتير، يعني بيقول لك طيب اذا انت الفراغ النفسي اللي عندك انت ملحد ما بتأمن بالله، قل شيء انا بأمن بالله في امان بنفسي. انت لما اكتشفت انه ما في الله، اكتشفت انه كل هالديانات هي كلها خزعبلات وتراكمات انسانيه، يعني عادات وتقاليد وخرافات تراكمت وبعضها سوتنا دين،
دخلت المذهب الباطني، دخلت الاسلام الكلاسيكي، وطلعت بالنهايه النتيجه انه دين خرافه. احكي لنا على هالصدمه هي كيف كانت يعني، ورده الفعل بعدين شو كانت رده فعلك؟ تفضل. هلا جان، هي ما التجربة إلى شقين يعني. أولا أنت عم تتعرف على شيء جديد، أنت دخلت بشيء جديد، لكن بنفس الوقت أنت فقدت شيء كنت مأمن ثباتك وتوازنك عليه، راح، وبالتالي أنت صرت في الفراغ، فأنت مضطر لأنك تكون بديل، بحيث مثل ما خبرتك هي الحاجة العميقة بالطبع البشري، هو الحاجة لإطار للتوجه. لازم يكون عندك توجه بالحياة، تفهم الحياة. طبعا أنا بمرحلة الأحاد صرت أكيد أتفهم هذه القصة، ودخلت بحالة اللا يقين، ودخلت بحالة الشك اللي هي أرقى من كل هالمستويات. لكن بهذيك الفترة كان الموضوع صعب علي، أنا فقدت إطار للتوجه، وبالتالي أنا حسيت حالي بالفوضى، فموضوع كتير كان صعب بمرحلة. لكن أنا لما بدأت أتعرف على الميثولوجي، بدأت أتعرف، دخلت أنا مثل ما خبرتك بكلية الطب البيطري، دخلت أتعرف على البيولوجي. طبعا هون أنا راح أحكي ما بالتفصيل هذه الحالة الساحرة، أنه أنا بلشت أدخل بعوالم أخرى، عوامل جميلة جدا، عوالم يعني كنا ننظر لها بطريقة تختلف عن الطريقة اللي بينظر لها الإنسان المؤمن. صرت أنا أنظر بطريقة أخرى، صرت أوثق بحالي أنه أنا عم أتعلم على شيء جديد، لازم أوثق بهذا الشيء الجديد اللي هو العلم. صرت أطلع على الأسطورة، بدأت أتعرف على، كانت الباب الأول هو قراءتي لمغامرة العقل الأولى لفراس السواح، اللي هو دراسة في الأسطورة في بلاد الرافدين والشام. بدأت أتعرف على يعني مراحل تطور العقل البشري اللي هي 4 مراحل حسب فراس أو حسب جوزيف كامبل اللي هو أحد مؤسسين علم الأديان المقارن. هي المرحلة الأولى السحر، ثم الدين، ثم الفلسفة، ثم العلم. فبلشت أفهم طريقة تانية للكون، يعني مو أنه الله خلق الدنيا هيك وكان في آدم وحواء، وبتعرف أنت هاي شو اسمه المفاهيم الإسلامية. صرت أتعرف على أساطير ناس بينتموا إلنا، اللي هن أجدادني، اللي هو جفان أنا قبل 4000 سنة. فأنا صرت أتعرف على تاريخي، صرت إنسان طلعت من يعني كيف بدي أقول لك، من ساحة الرؤية، وصرت عم أتعرف على تاريخي وعم راقبه كيف أنا عم أتطور، كيف أنا كنت أنتمي لمرحلة السحر، وكيف كنت علاقتي مع الطبيعة. حس حالي أني أنا ماني منفصل عن الطبيعة بمرحلة السحر طبعا، فكان البني آدم بمرحلة السحر يفكر حاله جزء من الطبيعة، مثل الطفل حاليا ما بيحس حاله منفصل عن الطبيعة، فكان يآمن بأنه يعمل حركات أو طقوس معينة تستجيب الطبيعة بمرحلة السحر. فصرت أتعرف على أشياء جديدة فعلا ما كنت أعرفها. في سحر جان، أنت عم تضيف وعم تخدني لما عم تتعرف على حقائق. بلش البديل يتكون خطوة 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 خطوة. تعرفت بعدين على الميثولوجي وكيف كانت الأديان يعني عم تعطينا تصور آخر. عرفت أنه سفر التكوين هو بالأديان الإبراهيمية هو أصله قديم، هو أصله سومري، وتطور بشكل معين وأخذوا التوراتيين، وبعدين طبعاً بعد حادثة السبي، وبعدين أخذت منه كمان الأديان الأخرى اللي هي بالعهد الجديد وبالإضافة للإسلام بالمرحلة. فصرت أعرف الجذور، صرت أفهم أنه كيف نشأت فكرة الإله، كيف تم خلق فكرة الإله، وصرت أبحث كثير. كان مهم هذا الموضوع طبعا. أنا كل هذه القصص كانت بمنهج العلم، يعني فراس السواح هو باحث علمي بيعطيك بالرقم بالتحليل، ويعني كان إلى حد ما مقنع للعقل تبعي بهذه الفترة. بعد ما تعرفت على الميثولوجيا، كانت النقلة الثانية إلي اللي هو تعرف على البيولوجي. أنا لما دخلت السنة الثانية بكلية الطب البيطري في سوريا، أول ما دخلت على غرفة الهيستولوجي أو الإمبريولوجي، هو علم الجنين أو علم النسج، أول صورة صادفتني جان هي صورة لأجنة أنواع مختلفة من الكائنات الحية بالمرحلة الجنينية الأولى. هي نفسها أجنة الزواحف، هو نفسها أجنة الطيور، هي نفسها أجنة الثدييات، هي نفسها الأجنة تبعيت اللافقاريات، هي نفسها أجنة الأسماك. هذه الصورة صدمتني. الكل سوا يعني
كل هذه الكائنات الى حد ما بعتبرها في سلم الرقي بالنصف الثاني للرقي من ناحيه التكوين الفقري يعني من ناحيه البيولوجيا هي نفسها. فبلاش نسال هالكائنات تنتمي لحالها؟ في شيء ثابت بهالكائنات؟ عفوا هو الاصل تبعها ثابت، وبالتالي احنا اصلا مو من ادم وحواء، وبالتالي في شيء مو طبيعي. هذه الصورة رسخت بذهني وكانت أول سؤال دخل ببالي، وأنا كنت داخل بالبيولوجي وبلشت بعالم البيولوجي وتعرفت على شيء اسمه الدينا وطورت قراءاتي بهذا الموضوع وتعرفت على كتب وتعرفت على كتاب الفترة الأخيرة كنت أنا عم أقرأ اسمه تايم تري أوف لايف، هو إصدار جامعة أكسفورد بعام 2009. تم أخذ عينات ل يعني بتمثل معظم أشكال الحياة على الأرض ابتداء من وحيدات الخلايا لمتعددات الخلايا للبكتيريا للفقاريات واللافقاريات والإنسان. فبهذه الخريطة بالدين اي بتشوف أنت جان بشكل بسيط وواضح القرب الوراثي والأصل المشترك لكل الأنواع الكائنات الحية بهذا الكوكب هو منشأ واحد. هي الفرضية الأكثر قبول، قد يكون هناك أكثر من منشأ، لكن بالتحليل الجيني بتشوف انه فعلا اصل الحياة كان واحد، وبالتالي الفرضية الدينية اللي علمونا اياها انه اصل الانسان من ادم وحواء هو اسطورة، مثل الاسطورة السومرية اللي كون الانسان بهذيك الفترة طبعا لدوافع خاصة. كمان هذا موضوع له علاقة بالتحليل النفسي يعني بالتحليل النفسي للرموز اللي كانت موجودة بهذيك الفترة وكيف عكس الانسان على شكل اسطوره بهذه الفتره. فتعرفت كمان على الباب الثاني من العلم اللي هو البيولوجي الدي ان ا والعلم الجنين، وصرت اعرف انه الحياه تكونت على الاصل على الارض بعمليه تطوريه اخذت ملايين السنين، اخذت حوالي 4.3 مليار سنه بليون سنه عفوا. فالموضوع كان تراكمي وبلشت ادخل بمنطق المحاكمات العقليه والمنطقيه، ما عاد اقبل بكلمه بسيطه. فلما بيقول لي بني ادم انه والله او القران لما بيقول لي انه اصلنا ادم وحواء، طيب هذا الاصل موجود بالاساطير السومريه، هي ديانات وثنيه. بهذه الديانات الوثنيه كان مجتمع الالهه حوالي 200 اله، وبالتالي هذه الفكره انت مقتبسه من فكره الانسان بهذيك الفتره خلقه، تم خلقه من هذاك الانسان. فبدات اتعرف كمان بالاضافه علم الفسيولوجي اللي هو علم الاحافير، كمان بلش يوضح لي موضوع نظريه التطور، وكانت ضربه ايماني بنظريه التطور للمفهوم الديني انه في تناقض بالمفهوم الديني ما بيجاوب على السؤال الحقيقي لاصل الحياه على هذه الارض. هذه كانت عفوا رقعه الدينامو دومينو اللي كرت السلسله. تفضل جان. بالضبط. انت ايمت وصلت قلت لحالك اوكي يعني وقع الحاد يعني انه انتهيت من مسألة الأديان؟ شاد كان عمرك يعني بوقتها؟ هلا بصراحة مثل ما خبرتك يعني انا بعد ما دخلت السنة الثانية للجامعة والثالثة للجامعة بدأت رحلة البحث، ودخلت كمان بحالة الفلسفة، بدأت اطلع على الافكار الفلسفية، وكان من الكتب اللي وقعت بايدي كتاب تخيل إصدار بالستينات لكاتب سوري اسمه صادق جلال العظم، هو نقد العقل الديني، كان عم ينقد العقل الديني من منظور فلسفي. كمان كان أحد الأسباب اللي خلتني أطلع بشكل بسيط طبعا من وجهة نظر فلسفي عن نقد الدين، وكان طبعا عم يحلل شخصية إبليس وكيف تم ظلمه لهذه الشخصية بطريقة أنه إذا بدك تحاكم عقليا ومنطقيا بيطلع ابليس هو افضل من الله او على الاقل احسن الملائكه، بينما صوروا لنا اياه انه هو الخطا هو الاثم الكبير. بلشت كمان موضوع المحاكمات العقليه تتطور بعقلي، انه الموضوع ما عاد ببساطه اتقبله. في شيء اسمه ايفيدنس، في شيء اسمه اثبات، في شيء اسمه ملاحظه، في شيء اسمه تجريب، عفوا في شيء اسمه استقراء رياضي، في شيء اسمه استنباط عقلي بينقلك للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الفرضيات. هذه الفرضيات بدك تتحقق منها عن طريق التجربة، بهذه التجربة اللي ممكن تعيدها وتتحول لفرضيات
فيما لو تم عدم إثبات صحته لقوانين، وهذه القوانين ممكن تتحول بعد كمان أخذها على التجارب إلى نظرية. عفواً؟ شفان أنت جاوبت على سؤالي، شفتك لما ألحدت قلت أنا ملحد خلاص خرافات. هلا بصراحة كنت كان عمري حوالي 20 سنة، كنت سنة ثانية ثالثة جامعة بدأت بهذه الحالة، بس ما كنت أفهم يعني ما كنت وصفها أنا إلحاد جن. شو كنت توصفها؟ بصراحة ما كنت معني بالتوصيف، يعني أنا كنت معني بإني أفهم الحياة أكثر برحلة بحث صادقة، كنت عم خوض تحدي مع ذاتي، هو تحدي الصدق، كون صادق شو ما كانت النتائج. فبعتبر أحد التحديات الأخلاقية واللي ساهمت بتكوين منظومة أخلاقية كثير أنا بعتز فيها هي الصدق الكامل مع الذات. أنا لازم أكون منفتح، ولازم يعني بطريقة المحلل الباحث عن الحقيقة بصدق دائما دور على هذه الحقيقة. كان الباب الأول هو الشك وهو اليقين، وأنا لحد الآن ماشي بهذا الطريق بباب الشك واليقين. فكان عمري تقريبا مثل ما خبرتك يعني سنة ثانية جامعة عمري 20 سنة. قال جفان يعني انت وقت صرت ملحد يعني خلص انتهيت من مسألة الديانات كلها، شو الفرق بين الانسان اللي خلينا نقول المؤمن جفان المؤمن وجفان الملحد؟ شو الفوارق بيناتهم؟ طريقة التفكير، طريقة الاسترخاء الذاتي، خلينا نقول الحالة النفسية. هلا بصراحة الموضوع كان طويل، يعني حتى بمرحلة الإلحاد بالنهاية أنت ابن ظروف مجتمعك، يعني مو بس موضوع الدين هو بيأثر بحالة التوازن النفسي تبعك. كثير في ظروف يعني كانت مؤثرة علي، ظروف شخصية عشتها أنا بالإضافة لظروف بعدين اللي عشتها بموضوع العلاقة بالثورة، موضوع الحرب، موضوع الاغتراب، كان كلياتها مواضيع ما كانت خلتني أعيش الحالة بشكل طبيعي. بالفترة الأخيرة حتى بلشت عم حس حالي أنه إلى حد ما عم عيش تجربة كتير مميزة، يعني كموقف من الدين فيك تسميها إلحاد حاليا بهذه الفترة. جفان اللي عم عيش هذه الحالة اللي عم عيشها مقارنة مع جفان ابن المرحلة الدينية، أنا بعتبر يعني صرت عم استمتع بالحياة، يعني صرت بمنطق الحب وبمنطق العقل والاحترام والوعي والمسؤولية عم أخلق حالي وعم أخلق نوع آخر من الحياة كلياتها عم يطلع منك أنت. فهذا هو انعكاس لك، هو مش تعليمات من برا أو من أطراف خارجية أو من قوة غيبية أنت خلقتها بلحظة من اللحظات. أنت عم تساهم بأنك عم تخلق ذاتك. عملية خلق الذات هي عملية إثبات الوجود، هي عملية تأمين توازن نفسي كتير مهم. أنت صرت بتفاعل آني مع الحياة، كل لحظة أنت إنسان مختلف، كل لحظة عم تحس بجمالية الحياة أكثر، عم تستمتع بالحياة أكثر ضمن قيم وأخلاق عم تخلقها أنت، أنت اللي عم تطورها بشيء. دائما العلم كمنهج تفكير هو دائما بحالة تصحيحية مع ذاته، دائما هو حالة ثورية مثل ما فينا نسميها. فأنت عم تتغير وعم تسمح للآخرين يغيروا فيك، وعم تسمح للحياة تغير فيك للتجارب بدون مواقف. الشك واللا يقين، حالة الشك وحالة اللا يقين هي حالة جميلة جدا، هي حالة أنك بتحس حالك ما بعرف بالمعنى الصوفي أنك صرت منتمي لحالة لروح الحياة اللي هي عم تغيرك وعم تتغير فيها، صار الحياة إلى معنى أجمل. ما في عندي بقى تبوات أنا جان، ما في شيء هو اسمه عيب وحرام بدون فقط عيب وحرام. ليش عيب وحرام؟ أنا عم عيش تجارب، أنا عشت تجارب مع جسدي، عشت تجارب مع الجسد الآخر، حسيت هي أجمل حالة تدفق مشاعر عشتها مع إنسان بحالة الجنس اللي كانوا يفرجونا إياها أنه هي تابو، هي زنا وحرام وبنت انحرق مشانها. هذه الحالة هي من أجمل الحالات اللي بتفتح مواهبك وطاقاتك وبتحررها وبتزيد التلقائية. جفان إنسان صار تلقائي،
بالحب يعني، صرت عم اتفاعل مع اصدقائي من كل الطوائف ومن كل الاديان ومن كل المذاهب، ما عاد عندي حدود. الانسان هو مثل ما بيقولوا هو ساحتي وعالمي، صرت يعني عندي قابليه لان افهم وتقبل الاخر مثل ما هو. هذه الحاله بعتبرها حاله غنى. اسف، بدك تتقبل الاخر مثل ما هو. انت عم تقولي يعني هلا الاخر، مثلا خلينا ناخذ المسلم السني الكيوت اللي شايل بارود عم بيحارب مع داعش، هل انسان هو الاخر؟ طبعا هل انسان الاخر بده يقتلك؟ يعني شو كيف بدك تتقبله انت؟ جان انا بصراحه يعني الموضوع برايي انا بشوفه بمنظور ثاني، بده تحليل اعمق اكثر من هيك. ما في نفس اتباع او اخواننا المؤمنين او طبعا من كل الاديان، في منهم ناس كثير جميلين انا عشت وتعرفت عليهم، وانا بوجه لهم تحيه كثير كبيره كثير كبيره، لانه هم ناس اثروا فيني وخلقوني يعني، مو بس وعطوا نظره جميله للاسلام، على الاقل الناس اللي تعرفت عليهم انا. هودي الناس جان بيمثلوا حالي انا عشتها، مثل ما خبرتك، مثل ما انا تغيرت معهم انا غيرت فيهم. نحن عشنا هاي الحاله الانسانيه اللي ما بتعرف حدود، اللي انا عم اكتشفها. ما في شيء اسمه ملحد. هذا الانسان المؤمن هو انا، هو جفان لكن في مرحله مختلفه من طريقه الافكار. فهو كان تحدي الي لحتى اختبر صدقي مع ذاتي، انه انا لازم اتقبله لانه هو بالنهايه اخ انساني الي. في ناس، في من الاخوان المتدينين اللي قادرين يفهموا انك انت مختلف، وحقك بالاختلاف انك او بحقك بانك تعيش حياتك مثل ما بتختارها لنفسك، مثل حقهم هن. المؤمنين اللي بيامنوا بها او اللي وصلوا لهذه المرحله من القبول هن الناس يعني الحياه معهم كثير جميله، وانا خيالي بالحياه اني اعيش مع هودي الناس. لكن الناس اللي عم تحكي عنهم جان مزبوط، هن الناس يؤمنون بامتلاك الحقيقه المطلقه. الانسان اللي بيمتلك الحقيقه المطلقه مو بس انسان ديني يا جان، ممكن انسان هو من اتباع الايديولوجيات، ممكن هو اتباع فلسفات معينه. لمجرد اعتقاد الانسان وفهمه للحقيقه بهذه الطريقه هي امتلاك المطلق، وبالتالي كل من هو لا يمتلك هذه الحقيقه اللي بتمتلكها انت فهو الاخر، او هو الضد، او هو المختلف الشرير العدو، الاوصاف اللي هي اي بني ادم دخل بالتطرف. حتى الملحدين، انا في عندي ملاحظه على اخواننا الملحدين، يعني في منهم اوكي كثير جميل انك تمتلك افكار معينه وسلوكات معينه، لكن افكارك اذا ما كانت بتساهم بتكوين مجتمع، يعني هذا المجتمع بتتفتح فيه كل طاقات افراده وما بتكون ايجابيه، يعني افكارك ما بتساهم بشكل ايجابي بتغيير مجتمعك، ما لها معنى. اذا كانت افكارك دينيه ساهمت بتفتح كل طاقات هذا المجتمع جميل. في نوع من هود الناس المتدينين اللي هنن فيهم يتقبلوك. هود الناس الحياه معهم حياه كثير طبيعيه، حياه مثلك يعني كثير جميله. لكن الانسان المتدين او الانسان اللي سيطرت عليه ايديولوجيا معينه وادعى انه هو اللي بيمتلك الحقيقه وانت الاخر الكافر او الخاطئ او العدو او شو اسمه، هذا انسان بيلغي وجودك، لا يعترف بوجودك كند له، يعترف بفرض يعني بفرض سلطته عليك بالقوه. هذا الانسان التعامل معه يعني بصراحه يعني ما عشت هذه التجربه. اخي جفان، خلينا اخذنا شويه خلينا ناخذنا شوية تعليقات ونشوف الأخوة المؤمنين أصدقائنا المتابعين. يعني الأخ هيصر، أنا من معجبين بصراحة، أنا معجب فيك كثير، ولكن للأسف الشديد يعني أفكارك شوي هدامة. يعني عم بيقول تحض الله هيصر، اسمه هيصر، عم بيقول ما رأيك فينا تحض الله فكانت لهم خاتمة سيئة مثل سفينة
تايتانيك لما قال شخص حتى الله لا يستطيع ان يغرقها. يا سلام هيثم، انت بصراحه رائعه، يعني انا كثير معجب بافكارك الرائعه. يعني في ناس قالوا انه ما في حتى الله ما بقدر بغرقه، وبالصدفه غرقت تايتانيك. طيب خلينا نقول سوريا الله حاميها، هي كم مليون شخص كانوا يرددوها يوميا ويرددوها الى 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 الازل. سوريا صارت الله حاميها، سوريا صارت خرابه. يعني شو بتقول فيها الناس اللي كانت تبكي بالتواصل بقيام الليل وصوم رمضان وما تطلع من يعني من بيتها للقبر، بين المولد والقبر يعني قضوها بالجوامع، ومع ذلك خربت بيوتهم وتقتلت اولادهم وتشردوا الناس. يعني انا من عائلتي اعرف ناس اللي ما يطلعوا من الجامع، يعني لما تحكي كلمه الله ما تنزل من على لسانهم. المسبح هذا الله هو اكبر وهالتسابيح هي ما نزل، ومع ذلك تشرد وخرب بيوتهم. يعني شو كيف بتفكر هيثم؟ كيف بتفكر؟ رد علي اخي جفان. اولا محبتي له، شكرا كثير له. يعني بهمني تعليقه، بهمني اي راي بهذا الموضوع. هلا موضوع لا يتوقع اي بني ادم من اخواتنا كثير قريبين علينا او اخواتنا المتدينين انه موضوع الالحاد يعني مش موضوع بساطه. انا بعد ما اخترت اني ابحث عن الحقيقه بصدق بغض النظر عن النتائج بهذا المجال، انت بتصير فقط غايتك انك تفهم ذاتك وتفهم الاخر. الموضوع موضوع شائك وطويل، وانا دخلت التجربه الدينيه، انا ابني التجربه الدينيه ما ينسى هذا الموضوع. يعني انا بعرف الدين وبعرف عشته، مو بالموضوع النظري، انا عشته بالموضوع التفصيلي يعني بالحياه الدينيه. بالاضافه لانه بحثي خلاني اتعرف على المنهج العلمي بالتفكير اللي هو عن طريق التحليل، مثل ما حكيت لك الاستنباط والاستقراء والملاحظة والتجربة والمقارنة والمقاربات المنطقية. أنا بنيت حالي منطقية من منظومة فكرية معينة خلتني عم حاول أفهم الحياة أكثر وأكثر وأكثر، وعم أفهم طبيعة الحقيقة المتبدلة اللي هي مش موجودة، اللي هي ما ممكن أي طرف من الأطراف يمتلكها. موضوع احساسي بانه الله موجود او غير موجود، بصراحه يعني انا من احد الرحلات الجميله اللي غيرتني هي رحله البحث عن تاريخ الله. فكره الله كيف نشات كانت تاريخ كانت يعني تجربه جميله عشتها. انا قرات عن تاريخ فكره الله، كيف نشات هذه الفكره. الموضوع ما هو بسيط، الموضوع بدك تكون قارئ، لكن قارئ بدك تكون قارئ بصدق. اذا ما كنت صادق وما كنت حيادي جدا ما فيك تدخل. إذا كنت مسلم بأفكار تم غرسها فيك، أنت كونت مواقف مسبقة، ما بصير. بدك تعيش الحياة، بدك تندمج بالحياة وتسمح لها تغيرك وتتغير فيك يعني تغيرك بشكل أساسي. بدك تسمح لحالك أنك تواجهها بجرأة بدون خوف وبصدق. بالنهاية مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الفراغ اللي رح تعيشه بالفترة الأولى، وهذه الرسالة أنا رح أواجهها إن شاء الله بالحلقة الجاية. شوف إن شاء الله ذكرناها قديش المخزون باللاوعي موجود عنا. على الأقل إذا كان في الله فهو الله بالنسبة لنا جميل، يعني أنا بعتبره حالي كتير حلو. يعني بالنهاية هو منتجاتنا. يعني في معنى اتصال جفان، في معنى اتصال لأخ جانو. أخ جانو تفضل. تحياتي لك حبيبي جانو والمستشفى الكريم. طبعا كلامه كثير موضوعي، بس عندي سؤال له ما هي استفادة الأديان، كل الأديان في وقتنا الحاضر؟ الأشخاص الناس شو بيستفيدوا من هذا الأديان في وقتنا الحاضر؟ تحياتي لكم.
تسلم وشكرا كثير اخي جانو. شكرا كثير لك اخي، بس بصراحه ما سمعت السؤال واضح. تفضل. سمعت السؤال ولا لا؟ ما سمعته بشكل واضح. عم يقول البشر المعاصرين العايشين حاليا ماذا تستفيد من الاديان؟ موضوع الاستفاده من الدين، هلا مثل ما خبرتك جان، او مثل ما التجربه اللي بعيشها واللي فيني احكي عنها، الدين هو حاله احتياج، ممكن ان نسميها حاله احتياج نفسي، لمرحله فيني اقول انها عبر العقل البشري بمرحله المراهقه او بمرحله الطفوله، هي حاجه للفهم، فهم الحياه. في ظواهر كثير من الحياة أنت بحاجة لأنك تفهمها، خصوصاً الأسئلة الكبرى. مثل ما خبرتك، كل إنسان بحاجة لأنه يوجد إطار للتوجه بحياته. لما بتكون أدواتك بسيطة، أكيد يعني أجوبتك راح تكون بسيطة. لما بتمتلك أدوات أكثر تقنية وتعرف أنماط تفكير أكثر تطور، أجوبتك تختلف. فالدين بالنسبة ل يعني للإنسان المتدين هو حاجة توازن نفسي بالإجابة على أسئلة الكون الكبرى وبتفسير وفهم الحياة، بتأمن له التوازن النفسي تبعه. هلا بصراحة يعني لو تم سؤال أخصائيين نفسيين أكيد رح يجاوبونا أكثر بهذا الموضوع، وباستفادة باستفادة أكثر. مثل ما خبرت، هي حالة تأمين توازن نفسي للإنسان اللي بيرضى بنوع من أنواع التفسيرات اللي بتحاكي وعيه. إنسان طورت محاكماته المنطقية وبلش يدخل بموضوع الفلسفة أو موضوع العلم، ما عاد يقتنع بالأجوبة الدينية، بيعتبر أجوبة بسيطة وغير كافية، بينتقل لمحاولات فهم أكثر وقراءات أكثر وبحث أكثر عن طريق مرحلة هي المرحلة العلمية لحتى يجاوب أجوبة أخرى، وبتطلع عنده بالنهاية أجوبة أخرى. أكيد. ما عاد يقبل بعض. طيب معنا اتصال من الأخ دانيال، تفضل أخي دانيال. مساء الخير صديقي، اليوم مساء الخير لضيفك ولجميع المشاهدين. مساء الورد. من الطائفة المسالمة أو المؤمنين المسالمين اللي عم يحكي عنهم؟ شيعة، سنة، الوهابيين، السلفيين، يعني على اي فئه عم يحكي؟ لانه نحن ما بنعرف اي فئه، اللي هي فئه مسالمه. يعني انا ما شفت مؤمن مسالم، يعني مجرد ما هذا المؤمن، يعني بدي اترك كلمه للطيب، انه هذا الصديق المسالم اللي عم تحكي عنه، بمجرد ما تقول له اطلع على هذه الايه القرانيه وهذه الايه القرانيه، هاي بطل مسالم اوتوماتيكيا. يعني. بس انا عم بحكي عن في صديقي جان. شكرا دانيال، شكرا كثير لك. إذا سمعت السؤال مضبوط أخي جفان؟ جان، أنا يبدو لأنه ماني حاطط مايك أو يبدو شغلات العلاقة بالإنترنت، عم اسمع الصوت لكن متقطع وضعيف، إذا يا ريت بتعيد السؤال. طيب أنا راح أسألك سؤال. عم بيقول لك إنه أنت عم تقول عن المسلمين أصدقائك ولا مسالمين وحبابين وكويسين وحلوين، هو وجهة نظره انه هذا المسلم الكيوت المسالم الحباب الحلو الامور باول لحظه تواجهه بالقران او تواجهه بحديث او تحكي معه بالدين بيتحول الى وحش يعني. ف شو تبريرك لهالمساله هي؟ تفضل. شكرا كثير لدانيال، دانيال محبتي لك. دانيال، انا تجربتي الخاصه يعني علمتني اني ما اكون هذه الفكره اللي بلحظة من اللحظات كانت هي موجودة عندي، لكن أنا تغيرت لأني أنا عشت مع ناس متدينين. هؤلاء الناس المتدينين مجرد قبولهم لفكرة أنك ملحد، طبعاً هنون بيعرفوني أني إنسان ملحد، هنون من خلفيات، أنا طالب دكتوراه ببلد أجنبي، وبالتالي معظم أصدقائي من العرب من كل الأطياف، يعني من كل الدول العربية. أنا عندي أصدقاء وحتى متدينين من كثير من أنحاء العالم. يبدو بجوز نحن تجربتي الخاصة سمحت لي أني أتعرف على هذا النمط من المسلمين، هم موجودين. لما بيكون العلاقة المادية بينك وبينه، لما بتكون أساسه هو الحب والاحترام والوعي،
لا تصدق أخي الكريم أنه هذا الموضوع ما رح يرتد إليك. لما بتعامل إنسان باحترام وبوعي وبمسؤولية بالمواقف الحياتية البسيطة هي أكبر معلم. موضوع النقاش بالمواضيع الدينية أو موضوع الأفكار ومناقش الأفكار، أنا مالي بهذا الوارد دانيال. يعني أنا لما بخبره لصديقي المؤمن أنه أنا ما بيهمني أفكارك ولا بيهمني أفكاري، أفكارك غير محترمة بالنسبة لي وأفكاري غير محترمة بالنسبة لي. أنا لا أحترم الأفكار لأن الأفكار ما لها صيغة الكيان، ما لها صيغة الذات، ماني عاطية القيمة، وبالتالي الأفكار قابلة للتغيير. المشكلة أن أفكارك أنت ما لها صيغة الكيان، ما لها صيغة، ولكن أفكاره لها صيغة الفعل، أفكاره تنوي قتلك. يعني هاي المشكلة بين المؤمن وغير المؤمن. يعني صديقي أنا بتفق أنه أنت عم تحكي عن نمط المؤمنين المتطرفين، نعم موجودين هيك، وأي أتباع لأي أيديولوجيا أو أي نمط من أنواط القوميات أو الإثنيات أو مناهج التفكير الثاني مجرد ما صاروا راديكاليين ممكن يوصل الموضوع أنه لما بيحس أنه أنت مهدد له، مهدد لوجوده، أنه يستخدم العنف ويستخدم التسلط عليك ويقمعك بكل الوسائل، وممكن توصل لمرحلة أنه إذا كان كتير متشدد أنه يقضي عليك. هذه الحالة بالاتحاد السوفيتي، يعني أي بني آدم مختلف مع توجه الفكر الاتحاد السوفيتي كان مصيره القتل. لكن يعني الإنسان المتدين المعتدل لما بيوصل لمرحلة تسمح تفاصيل الحياة البسيطة أنك تغير بسلوكك أنت ملحد إنساني بتحترمه ككيان وبتخبره أنه أنت إنسان جميل، وأنت أنا ما في فروق بيناتنا، الفروق هي عبارة عن فروق أفكار فقط. يعني هذا الموضوع ما مهم العلاقة الإنسانية، عفوا جان أنا كتير بهمني هذا النقطة، أنا آسف بعتذر ضروري واضحة. برأيي العلاقة الإنسانية ما بيننا نحن كملحدين أو مع المؤمنين أو المؤمنين مع المثليين أو أي محورين جنسياً، العلاقة الإنسانية بين البشر هي أهم من أفكارهم. الأفكار إذا ما كان هدفها بناء علاقات إنسانية بتخدم ببناء مجتمع إيجابي تتفتح فيه طاقات كل أبنائه، ما لها أهمية هذه الأفكار. يبدو تجربتي الخاصة مع أصدقائي المتدينين عطتني هذا الانطباع، أنه في متدينين فيما لو قبلوك واحترموك، طبعا هذا الموضوع لك دور فيه، لما بيشوفوك انه انت انسان محب معطاء ما بتأذيهم بتحترمهم، انسان يعني ما في فرق بيناتكم. جفان انا هو فكرتك وصلت مشان الوقت كمان عنا. يعني بصراحة انت عم تحكي على شريحة كثير انا اظن انه قليلة ما هي كثير مجتمعنا. على كل حال معنا اتصال من الاقسام، تفضل اخ سام. مرحبا صديقي جون، مرحبا يا ضيفك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، مرحبا. مين اردت صديقي جون ان الضيف علق على المسلمين مع محبة المسلمين وعائلة مسلمة، لكن الحقيقة تقال الأكثرية مثلا باش نتكلم على جست مثل في المغرب الأسبوع الماضي، كان واحد عنده مريض بالسكر شرب ماء في رمضان، فهجم عليه في مدينة مكناس جيش داعشيين حتى المعتدلين وضربوه حتى الموت في المستشفى، وطبيب صديقه تكلم في فيديو رائع جدا جدا حتى قناة الحياة يعني وقنوات أخرى يعني عدات يعني شافوه كثير ناس، وكما يقول صديق في الفيسبوك إذا كنت تريد أن تعرف المسلم المعتدل داعشي أم لا، يعني أذهب إلى شارع مليء بالمؤمنين في رمضان ولع سيجارة أو أشرب ماء يعني عصير، وسوف ترى تجربة وتقول لنا
بكل تأكيد. كما يقول بودا، إذا دينك يأمرك بكره الآخرين فعليك بدين جديد. وكما تقول وفاء سلطان، دكتور وفاء سلطان، أستطيع أن تعبد حجرة على شرط على تضربني بها. ولو ربك قال يأمرك بكره إنسان، يعني ربك يأمرك بكره الإنسان ما، يعني أذهب أنت وربك إلى الجحيم. وأن ربك يأمرك بمحبة الإنسان فمرحبا بربك وإن كان حجر. وشكرا. شكرا لك أخي سعيد، شكرا كثير لك. طيب أخي جعفر، بدنا ننتقل لموضوع ثاني والإجهار بالإلحاد. نعم. برأيك شو أهمية إنه نجهر بالإلحاد نحن كملحدين الموجودين بالساحة؟ يعني شو يعني برنامج مثل برنامجنا الأشياء الأخرى، يعني شو الأهمية للجهر بالإلحاد؟ تفضل. أول شيء بدي أشكرك جان، أنت فتحت لي فرصة يعني لحتى يعني نعبر عن حالنا نحن يعني هلا كملحدين. موضوع أنك تعيش أفكارك وتعبر عنها بحرية هو حاجة أساسية. أنت لازم تحس حالك يعني تثبت ذاتك. إثبات الذات هو حاجة راقية من سلم الحاجات البشرية. لما بتحس أنه أنت عندك قدرة تعبر عن آرائك وأفكارك بشكل مريح وبشكل طبيعي، وأنك فيك تختار طبيعة الحياة اللي أنت بتتمناها لذاتك، هذا موضوع كتير مهم لتوازنك النفسي. كتير مهم الإنسان اللي يعيش أفكاره يعبر عنها بحرية، مشان يعني مثل ما خبرتك ما بدي أكرر موضوع التوازن النفسي، وهذه رح نحكي فيها بعدين إن شاء الله بالحلقة الجاية. يعني كمان هذه رسالة لكل الملحدين رح تتوجه، كمان ما رح أحكي فيها بتفاصيله، لكن عموما كتير مهم الإنسان اللي بيعيش أفكار يعبر عنها، يعبر عن ذاته، يختبر ذاته على الأرض وما يخاف. طبعا أنا بحترم بعض الحالات الخاصة اللي ممكن يكون في ظروف فعلا ما في عبر الإنسان عن ذاته، بس الإنسان ما في عبر عن ذاته إنسان ما أنا متوازن. يعني أنا كتير فرقت جان، يعني لما بلشت أنا أتعاطى يعني بشكل صريح وصرت أعبر حتى لأصدقائي. مع العلم أنا بدي أذكر عفوا بتجربتي الخاصة، معظم أصدقائي معظمهم هم من المتدينين. أنا ما عندي أصدقاء ملحدين إلا كمية، يعني إلا صديق أو صديقين بالوسط الموجودين بجامعتي أنا. لكن أنا عم اختبر حالي فيهن وهن عم يختبروا حالي في، عم يختبروا ذاتهم فيني، فأنا عم غيرهم. هن الناس قدروا يتقبلوا إنسان ملحد، السبب هو الحب بهذه القصة. أنا صرت مرتاح نفسيا، أنا ما عدت خايف، أنا إنسان صرت أحس حالي متوازن، أنا جميل مثل ما أنا كإنسان أؤمن بال، يعني بعتبر حالي ملحد. قبلتني مثل ما أنا كتير شيء مهم، ما قبلتني في مشكل عندك. فبعتبر التعبير عن الذات هو حاجة من الحاجات الشخصية البشرية، لازم الإنسان يعبر عن ذاته بالطرق اللي بيحسها مناسبة له بتتوائم معه. يعني فبعتبره يعني أنا إنسان كتير دخلت بحالي من الأريح حي والتصالح مع ذاتي. أنا ماني بحاجة لأني أكذب، ماني بحاجة ألبس أقنعة لحتى يرضى عني الآخر. أنا جميل مثل ما أنا، بطبيعة تفكيري، بطبيعة سلوكي، بطبيعة تواصلي مع الآخرين. هذا الموضوع بيعزز تلقائيتك وتفاعلك مع الحياة ومع الآخرين، وتجربة جميلة لازم يعيشها كل إنسان. كل إنسان بيعيش أفكار في إمكانية لأنه يعبر عنها، لازم يعبر عنها، لازم يحقق التصالح مع ذاته. طيب جفان، في راح ناخذ سؤال اخير، واظن الاخ دانيال بده مداخله. خلينا نشوف الاخ دانيال بعدين نرجع في سؤال من الاخ خالد راح نساله، لان الحلقه مش مطول الحلقه كمان بصراحه. الاخ دانيال اذا كنت موجود رد علينا عشان. تفضل دانيال، تفضل صديقي. انا تفضل. ما في شيء اسمه مؤمن مضطرب ومؤمن جيود ومؤمن معتدل. يعني نحن هذا المصطلح نحن ساعدنا
نحن صنفناهم. في الحقيقة التصنيف الحقيقي مثل ما قلت لكم سابقا التصنيف ونبينا ثاني تسليم، التصنيف الحقيقي هو كالتالي: مؤمن مش فاهم ربه، مؤمن فاهم ربه، مؤمن عرف الدين. هذا التصنيف الحقيقي. كل واحد يحمل هذا الفكر المسمى بالفكر الإيماني باختلافه مسيحي يهودي مسلم هو مضطرب بمجرد ما يوصل لمرحلة صديق جهر. يصير عنده خلطة شاملة لهذا الدين اللي هو معتنقه، أصبح متطرف. أنا ما بفهم يعني كيف يعني في مؤمن بقدر أعيش معه أنا يعني صديقنا الضريف مثلا. أنا بفهم وجهة نظر الإنسانية ونحن دائما ندعي الإنسانية، بس صديقنا الضريف هل بيقدر يروح على السعودية لدولة دينية ويقول أنا ملحد؟ ما بيقدر، عم نحكي على السنة. طيب هل بيقدر يروح عند الشيعة يعني بإيران مثلا ويقول أنا ملحد؟ ما بيقدر، لأن عم نعطيه الاثنين. هل بيقدر يروح عم نحكي عن المؤمنين بفهمانين حقيقة الإيمان اللي هو بيستفاد ثلاث أيام، وإذا ما رجع عن أفكاره اللي بيسموها مرض نفسي يعني الحاد حسب عندي بيصوت بيمثل بجسده وما بيعجبوه بيخزوه بقدام العالم بالشارع. أنا ضد فكرة إنه المؤمن هو يعني أنا مع فكرة الثورة الفكرية وضد فكرة إنه المؤمن صديقنا بالإنسانية جدا. على فكرة بشأن الثورة الفكرية، شكرا كثير على الفيديو. حبيبي يا رب، وجبنا هذا صديق. أنا عم حاول يعني بس يعني قلت لكم شيء بجهودكم اللي عم تعملوه، يعني أنتم بالنهاية يعني ضمن الموضوع اللي أنا المداخل اللي عم بعملها، يعني أنتم بالنهاية ناس حبيب سبتوا دمكم مثل ما بيقولوا على كفكم. هذا مصطلح باللبناني بسوريا بنستعمله. طبعا بفهم أنا وين في مؤمن معتدل. المؤمن المعتدل تكون عايش معه بنفس البيت، تخيل حبيبك وصاحبك مأمنه على مالك على عرضك على كل شيء بتبذلكم، بينزل على الجامع نهار الجمعة مرة اثنين 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 مرة الرابعة، أبيع دمك أبيع عرضك حسب فدوية حسب قرآنه حسب نصوصه الدينية، يعني أبيع كل شيء. أو أنت بالنسبة له بالعفو عن التعبير مثل الكلب بيضحك على الشارع انتهى الموضوع. وبدولة دينية لا يحاسب إذا قتلك، إذا أجهر بأحدك وفي شاهد وهذا قتلك لأنك كفرت إليه لا يحاكم. يعني بالسعودية إذا في شخص قتل الشخص على الشارع والناس شاهدين إنه الشخص المقتول قال له أنا مش مؤمن بالله لا يحاكم بل يكافئ لأنه نفذ أحكام الشريعة. وكذلك إيران ما في شيء صديقي جهاد اسمه مؤمن معتدل ومؤمن كيوت، في شيء اسمه مؤمن مش فاهم الدين، هذا لا يسمى مؤمن. شخص منه فاهم الدين هذا منه مؤمن، هذا واحد هابيلي. طيب شكرا كثير لك دانيال، شكرا كثير لك حبيبي. شكرا يا دانيال، شكرا لتعليقاتك وشكرا لافكارك. انا ممكن باختصار شديد بس رد يعني سؤال بدنا نطرح شوي مشان ما نطول الحلقه كمان. تفضل. عفوا بس بدي اذكر ملاحظات كثير بسيطه، ما راح رد بشكل كامل، ممكن تسمح لي؟ تفضل. بالنسبة لتوصيف المؤمن كمريض نفسي أنا بصراحة لا أرى، أنا ما بتفق مع هذا الموضوع. الموضوع هو دانيال ما وصفه مريض نفسي نهائيا يعني. وبالتالي رح ننتقل للموضوع الثاني، هل أنا أجرؤ أني أجهر بإلحادي بمجتمع مسلم؟ صديقي أنا موجود في تركيا 95 أكثر من 95% أفهم حبيبي. تركيا شيء والسعودية شيء، هو الزلمة على السعودية. جميل. أن تجهر بإلحادك بالسعودية وأمام الملأ؟ طبعاً لا، طبعاً أكيد لا، لكن الآن لازم يكون عندنا ساحة أنه في دول علمانية، أنظمة العلمانية معظم الموجودين فيها من المسلمين قد يعني بيقبلوا الإلحاد. موضوع الإجهار مو بس موضوع إجهار الإلحاد، موضوع أنك تكون مختلف عن مجتمعك هو موضوع حالي من الخطورة، لأنك بتشكل تهديد لهذا المجتمع بالتغيير لحالي هو ما أنا متعود عليه. الموضوع ما بس بيتعلق بالإلحاد، يعني أنا كنت من يعني من مناصرين الثورة السورية. موضوع أنك تخالف نظام مجتمعك بحيث أنك تطالب بمجتمع آخر كان موضوع أنا بالنسبة لي أخطر من الإجهار بالإلحاد، الإجهار بأفكار سياسية. الإجهار مثلا بحالة التجربة الجنسية تبعي حالي خطرة جدا، لأنه بالعرف الاجتماعي بالمجتمع تبعي هذه الحالة تابو، اللي بعيشها هو إنسان عم يضرب الحواجز والقيود تبع المجتمع وعم يكسرها، وبالتالي هذا الإنسان خطير. الإنسان مجرد ما دخل بالثورة على يعني عفوا ما راح أقول أنا بالثورة على الذات أو هو بالتصالح مع الذات،
هو امام يعني امام صعوبات راح تواجهه حاد بكل المواقف الثانيه. بده يعرف انه بده يكون في اثمان بده يدفعها، ممكن تكون باهظه. الحريه ما أنا موضوع بخس مثل ما بيقولوا، قد يكون ثمنها غالي. لكن الانسان الفطن هو الحكيم، هو اللي بيعرف طبيعه واقعه وبيتاقلم معه بحيث انه باللحظه المناسبه وبالزمن المناسب يكون خيار ممكن تتحول هذه الافكار لشيء فاعل على الارض. فالموضوع مو بس موضوع الحاد، موضوع افكارك السياسيه بلحظه من اللحظات قد تاخذك للاعدام، موضوع قد تاخذك للسجن، قد تاخذك للاعتقال، موضوع مثل ما عم قلت لك انا تجاربك الشخصيه مثلا، مو بس موضوع الدين. هذا مو دفاع عن الدين، انا ضد الدين تماما، لكن انا يعني ارى في هذا المسلم انه هو اخ لي في الانسانيه بخيار الذاتي. هذا الانسان هو انا كمسلم ككيان، لكن الدين انا بعتبر الدين هو عائق بتطور المجتمعات المدنيه لبناء انسان راقي متمدن قادر انه يبني حياه بتلائمه بالطريقه اللي بيختارها لنفسه. طبيعي انا ضد الدين، وانا بخبر، تخيل انا عندي اصدقاء مسلمين بيعرفوا هذا الموضوع، انا ضد الدين وانا بكره الدين بسبب انه هو هذا العائق، قادرين انه يتقبلوا هذه الفكره. طبعا ما بدخل بالنقاش معهم، اكيد النقاش ممكن يكون عقيم، بني ادم تعرض 20 سنه بحياته او 25 او 28 سنه وما بده يطلع من هذه المنظومه، فايتس اوكي مش مشكله. لكن مثل ما خبرتك يعني ضروري يتم التوضيح، اصدقائنا نحن معكم، نحن انتم، نحن لازم نعيش بمجتمع مع بعض، لانه دانيال ما في خيار، بدنا نعيش مع بعضنا بحب وبدنا نخلق مجتمعات، يعني على الاقل كل انسان في يعبر عن ذاته فيها بالطريقه اللي بشوفها مناسبه، يا اما بدنا نذبح بعضنا. وهن شايفين هذا الموضوع، وهن عندهم نفور من الطريقه اللي بتستخدمها داعش بهذا الموضوع، بموضوع فرض الدين على الغير. طيب اخي يا جفان، في عندي سؤال من الاخ خالد، هو راح يكون سؤال اخير، عم بيقول ما هي وجهه نظر الضيف من اللا ادريه والالحاد؟ ليست اللا ادريه اقرب الى الاديان من الالحاد؟ وشكرا. هلا بصراحه جاد جان انا ما بعرف كثير التفريق الواضح بيناتهم، يعني من حيث الالحاد هو موقف الربوبيين والملحدين واللا ادريين. اللا ادريين هو موقف غير محسوم من فكره الاله بالتوصيفات الدينيه. الالحاد عنده موقف واضح من هذه القصه، بيدعي انه هو بيفهم هذه القصه ويعتبرها انه خطا. الربوبيين ما بيدخل بهذه القصه، لكن قد يؤمن بوجود عوالم ثانيه، اكيد مو بالشكل الديني، الى اثر بوجود هذه الحياه، لكن كيف شكلها وكيف طبيعتها هنن بيتركوا لنفسهم الفرصه يعبروا عن حالهم. طبعا هودي احد التيارات اللادينيه. ما بعرف اذا انا كنت دقيق بتوصيفي، قد اكون مخطئ. لا اداريين انا هيك بعرفهم، انه الناس ما حسموا موقفهم من فكره الاله حسب التوصيف الديني. الملحدين حاسمين هذا الموقف، بيرفض هذه الفكره. طيب اخي جفان، انا بتشكرك كثير على وجودك معنا بهالحلقه هي الغنيه بصراحه، واستمتعنا كثير بهاللقاء هذا، وبصراحه كثير اشياء ما كنت اعرفها انا شخصيا عن الطائفه العلويه والباطنيه، وعرفناها من حضرتك. يعني طبعا مثل ما اتفقنا، راح ما بعرف اذا الاسبوع الجاي بنفس التوقيت في ممكن تعمل حلقه، بنعمل حلقه انا جاي طبعا باي وقت، يعني بيكون في امكانيه منسق ونعمل الحلقه. كثير انا بهمني هذا الموضوع اللي هو ما له علاقه بالاجهار، هو موضوع العلاقه الانسانيه ما بيننا وما بين الاخرين. انت قلت الرسائل بدك تبعتها، فما في اي مشكله. الاخ جفان راح يكون معنا بالاسبوع القادم بنفس التوقيت، اظن يوم الجمعه، اذا صار شيء راح طبعا راح نخبركم بموعد التغيير اذا في تغيير. أخي جفان، بدي كلمة أخيرة تقولها لجمهورنا المؤمنين والملحدين سواء، يعني شو بتحب تقول لهم بالنهاية؟ تفضل. بصراحة أنا يعني بهمني وجه رسالة لكل إنسان عايش معنا بكوكب الأرض،
هي رسالة، بعتبرها رسالة محبة. أجهر بحبك لذاتك وحبك للآخر بالنسبة للموحدين قبل إلحادك. الحب هو مفتاح أساسي، والصدق مع ذاتك هو مفتاح أساسي، لأنك تفهم الحياة بشكل سعيد، تفهم الحياة بشكل طبيعي وتعيش سعيد وتستمتع فيها بجمالها بكل لحظة، وتتغير وتسمح لهذه الحياة تتغير. أجهر بحبك لذاتك وللآخرين قبل ما تجهر بإلحادك. عبر عن نفسك شو ما كنت تكون، طول ما أنك تحترم الآخر اللي هو أخوك بالإنسانية. وبالنهاية حبي لكم كلكم، لأخواتنا المتدينين وأخواتنا الملحدين والمثليين وكل أقلية بهاي الحياة، بتمنى رسالة الإنسانية هي تكون، والرابطة الإنسانية الأخوية هي في نبني مجتمع نحن قادرين أنه نعيش فيه بشكل سليم، ويعبر عن ذاتنا ويعبر عن حالنا كناس تستحق أن تعيش بكرامة. بكل تأكيد أخي، وأنا أضم صوتي بصوتك يعني، ورسالة المحبة هي أهم من كل شيء. وبتمنى يعني حتى جماعتنا المسلمين اللي غيرين على دينهم يعني بيدخلوا تعليقات ما شاء الله، مثل حيصر وأصدقائه برادر أوف أول، عم بتمنى المحبة تاخذ حيز أكبر من شكرا لك يا جان. أنا ما أسف، أنا ما شكرتك، أنت من الناس الأهم شكر لك، أنك فتحت لي باب عبر على ذاتي وعبر على أفكاري. أنت من الناس الحلوين والجميلين بحياتي، بيسعدني كثير أني تعرفت عليك. تسلم يا طيب، تسلم. يعني أنا بس يعني هذا واجبي، أنه أقدر يعني مثل ما أقول أنا محظوظ أنه قدرت أساوي مثلا أخلي الشباب اللي ما طلع لهم صوت يطلع يقدر يعبروا عن نفسهم بهيك برنامج متواضع. يعني نتمنى يكون أكبر من هيك، يعني حتى نستوعب أكبر عدد من الشباب اللي بدي يعبروا عن نفسهم. وأنا مستعد أعمل كنهار 10 حلقات، يعني أنا مستعد أقعد هون من الصبح للمساء شغلت فيها، أعمل حلقة ورا حلقة، صدقوني. بس الشباب يتشجعوا، أهلا وسهلا فيهم، يعني ما عندي أي مشكلة. أنا في خدمة العقول النيرة، وأنا في خدمة العقول النيرة لأنه العقول النيرة هي اللي بدها تخلصنا من الخراب اللي عايشينه وعايشته بلادنا وأهالينا وناسنا. يعني غير هيك ما راح نقدر نسوي شيء. العقول النيرة هي اللي بدها تخلصنا. عقول المهابيل هذول، المساطيل، المشايخ هذول، شايفين شو سووا فينا، وصلونا لهالمرحلة هاي. على كل حال تفضل أخي. بس كده بدي نوع على الحلقة، إذا تسمح لي جانا، على الحلقة القادمة. كثير أنا بهمني موضوع الحلقة القادمة، أنا بتمنى إنه هي عبارة عن أفكار أو رسائل مني أنا كإنسان عايش بكوكب الأرض، وبهمني إنه يكون في عندي علاقات سليمة مع كل المحيطين فيني. هذا رسالة هي رسالة لأخوتنا المتدينين، كثير بهمني هذا الرسالة توصل لأخوتنا الملحدين كمان، الشريحة الثالثة اللي بهمني إني أتواصل معهم بالأفكار، اللي هن نساء بمجتمعاتنا، وهن للأسف الحلقة الضعيفة اللي عم تتعرض ل يعني فعلا لكل أشكال الظلم والترهيب، واللي ما فيهم عم يعبروا عن حالهم رغم إنه هن كنوز الحياة وجنة الحياة، بس للأسف هن ظلموا. الشريحة الرابعة كمان بهمني للمتنورين كمسلمين أو غير مسلمين، كمان رسالة لازم تكون لهم بمساعدة، يعني النساء اللي هنو نصف المجتمع بأنهم يأخذوا واجبهم. كثير بهمني هذا يعني ينعطى بس أفكار عن الحلقة الجاية، الحلقة القادمة، بأنه هي رسائل بتمنى توصل ونتفاعل مع بعضنا فيها. أكيد أكيد أخي جفان، هي رسائل يوجهها الأخ جفان لكل شرائح المجتمع، يعني من العمال والفلاحين وصغار الكسر. صارت شعارنا. وكل كيف بدنا نغسل هالأفكار؟ ما عاد عم نعرف عن جد. بسيط بسيط. طبعا أصدقائي بكرة معنا عنا حلقة مع الدكتور جورج بول عن العجز العلمي في القرآن وفي كل الأشكال دي، يعني الخرافات دي. ويوم الأحد كمان في عنا حلقة مع صديقنا الرائع أمير البحث شجاع البغدادي عن تطور الإنسان، فياريت تتابعونا ونستفيد كلياتنا
ونكتر هالعالم من هيصر وبرادر اوف اول كمان يتابعونها، حتى بس شوي العقل يعني ياخذ توسعه بزياده يعني. شكرا كثير لك يا جعفان، وشكرا لكم اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء، محبتي لك. شكرا. شكرا.